ركز معايا في الحلقة دي قوي، أو في المقدمة دي جدا، لأنه المقدمة دي هي واحدة من إثباتات إن برنامج مسا النهاردة ما بيقولكش حاجة وتطلع غلط نهائي. ومش ذكاء ولا عبقرية مننا على الإطلاق، إنما هي قراءة جيدة للأحداث. ركز، عشان أنت بزحمة الشيخ التجاني وزحمة الأنبوبة وزحمة الفول اتلخبطت ونسيت. احنا بقى في المقدمة دي هنفكرك باللي قلناه لك زمان قوي، فخلينا نبدأ وركز قوي. أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبدأ لك كده بداية تاريخية، وبعدين هوصلك للي احنا قلناه هنا اللي انت ما كنتش سامعه. خلينا نبدأ تاريخيا. علاقة المصريين بالفول علاقة ضاربة في جذور التاريخ من أيام الفراعنة. المصريين زرعوا حبوب الفول منذ عصر ما قبل الأسرات وقبل التاريخ، وعرفوه، وعشان كده في الأسرات الأولى عرفوه وصوروه، صوروا طرق طبخه، وترسمت على المعابد من آلاف السنين. أدي صورة عمل الفول عند المصريين من آلاف السنين. فالفراعنة الحقيقة اتفننوا في استخدام، يا سلام على اللوح، يا سلام على الحلاوة، يا سلام على الحلاوة والجمال. اتفرج اتفرج على تسجيل المصريين لصناعة الفول، زراعة الفول وصناعة الفول. الفراعنة اتفننوا في استخدام الفول، فعملوا منه أشكال كتيرة جدا، منها مثلا البصارة، واسمها بالقبطية بيست أورو، يعني الفول المطبوخ. وكانوا يأكلوا الفول ده بكل أشكاله، من الأشكال دي المشهورة الفول المدمس. وكلمة مدمس مشتقة من كلمة تمس، ومعناها الفول الذي يوضع في قدر به مياه وتدفن في رماد الفرن وتفضل لحد ما تستوي. لكن أهم ملمح للفول من أيام الفراعنة أنه طعام الشعب والبسطاء. على فكرة الكهنة ما كانوش بيأكلوا فول، لأنه ده بيتعارض أكل الفول مع مهامهم الكهنوتية المقدسة داخل المعابد. ما تسألنيش إيه معنى الجملة دي. فضل الفول مغروس في وجدان المصريين وحياتهم اليومية، ودخل في كل شيء، حتى في أمثالهم الشعبية اللي فيها كل حاجة عن الفول تقريبا، في كل مناسبة، في الجواز، في التجارة، في الحاجة الغالية. يتقالك مثلا كل فولة ولها كيال، كل فولة مسوسة وليها كيال أعور. وفي وصف تاني للناس اللي بتحفظ السر يتقال ما يتبلش في بقه فولة. وفي وصف شعبي الفول كأكلة شعبية يتقالك الفول في الصباح أكل الأمير، وفي الظهر أكل الفقير، وبالليل أكل الحمير. عد بقى عشرات الأمثال عشان ما ضيعش وقتك. فولة واتقسمت نصين، اللي يشوف الفول ولا ياكلش يحب ولا يطولش، كل فول وصلي على الرسول، ونخلص الفول أنا مش مسؤول، أكل الفول واخرج قفايا عرض وطول، ولاكل الكباب ووقفة الديانة على الباب. الفول الحقيقة أكلة مقدسة جدا عند المصريين. هذه الأكلة بدأت تهتز بعد الغلاء اللي بدأ يزحف على الفول، اللي وصل للطبق الشعبي منه إلى سعر رهيب. التقرير ده اتعمل كده عشان يكلمك على المصريين والفول. يا دي يا لئيم، وليه 25 سنة؟ ما تقول من 14 كان بكام؟ من ساعة مجال بومة ده كان بكام؟ ليه تروح 25 سنة حبيبي؟ خايف تقول من 10 سنين كان بكام؟ ما تقول يا بابا. قال لك من 25 سنة. ليه 25 سنة؟ من أول ما جه حيلتها الجعير وطبق الفول بقى بكام؟ لكن المصيبة الكبيرة إنه لما زاد كمان أسعار أنبوبة البوتاجاز 50% في المستودع، لاحظ الكلام جارح، ال 50% دي في المستودع، ها؟ بره المستودع بسعر تاني. عشان كده الدنيا ولعت، وكان أهم ضحايا الارتفاع ده هو سندوتش الفول اللي فجأة نط بقى ب 10 جنيه. الخبر أهو، عشان ما حدش يقول لي جبت الكلام ده منين. آدي العربي الجديد، سندوتش الفول يقفز إلى 10 جنيهات. سندوتش فول ب 10 جنيه، يا فجرة يا فجرة.
يا سفله، سندوتش فول ب 10 جنيه، ده احنا كنا نجيب الصينيه قد كده ما تجيبش 5 جنيه، عليها طبق فول، عليها طبق بدنجان، طبق طماطم شرايح وبطاطا وبصل شرايح، وكام رغيف عيش، كان ما بيجيبش 5 جنيه. دلوقتي الساندويتش بقى ب 10 جنيه، ولان المصائب لا تاتي فرادي، فكل حاجه غلت. العيش الافرنجي بتاع الخواجه فينو بقى زاد 25%، وتحولت وجبه الفقير بتاعته العيش الحاف والفول الى كابوس حرفيا. ادي خبر 25% زياده مرتقبه في سعر الرغيف السياحي، 25%، ده غير توقف المشروعات الصغيره وغلاء كل حاجه حتى صناعه الطوب والتضخم. خلينا ناخد شويه اخبار كده عن تبعات زياده انبوبه البوتاجاز من العيش للطوب، حتى الطوب مش هنعرف ناكله. شوف مدى مصر بتتكلم زياده في اسعار البوتاجاز، التضخم يستعد لقفزه جديده. بيتكلم بقى على ان الانبوبه دي اللي هتقفز دي او اللي قفزت خلاص بيعتمد عليها نصف الاسره المصريه، وانها زادت بمعدل كذا. وخد بقى عندك كل ما يستتبع الغاز. ناخد الخبر اللي بعده، بسبب زياده اسعار الغاز 25% زياده مرتقبه في سعر الخبز السياحي، وارتفاعات الاسعار اشبه بمقصله، وكلام بقى كلام من المنائي يعني. المصريين في التعامل مع الكارثه دي هربوا لاخر سلاح في ايديهم، السلاح التاريخي للمصري في مقاومه الظلم، هو السخريه. فناس نشرت انبوبه مع ضعضه كمؤشر ان المصريين بيحلبوا الانبوبه حتى اخر نقطه منها، اللي هي الصوره دي بعد ما سمع سعرها رفع عضعضها زي حجر ريموت الكنترول او الريموت يعني عارف انت لما حجر البطاريه بيخلص تقعد تعضعض فيه كده على امل انه يجيب اخر ما فيه. لكن ناس تانية قالت خلاص احنا هنلعب بالانبوبه حديد بدل ما نروح الجيم، او نستخدم الكانون. عارف الكانون؟ طوبتين كده وتحط ما بينهم قش شويه خشب وتولع فيهم تطبخ عليهم. ده زمن الكانون. احنا ما دخلناش حرب على فكره عشان نعمل كده يعني، والله مصر لم تدخل حرب عشان تصل الى هذا المستوى. شاور لي كده على حرب دخلناها من 73 ولا اي حاجه. امال ليه اللي وصلنا للمستوى ده؟ مفيش حاجه على فكره خالص. يعني افهم ان احنا نصل لهذا المستوى لما ندخل في حرب ضروس تستمر ايام وشهور، فنبتدي بقى يبقى في نقص في البوتاجاز ويبقى في نقص في الحاجات. انما ولا حرب ولا اي حاجه وحالتنا بقت كده. حقيقه ان غالبيه المصريين كان غضبهم وعجزهم وقله حيلتهم طاغيه جدا، وكان كلامهم يقطع القلب. اسال كده نفسك، ايه الفجر ده؟ بمعجزة عبد الفتاح السيسي وبدون حرب حول حياة الناس لمستحيل حرفيا، زي العامل الغلبان ده اللي نقلوا شغلته من السياحة للفول للخضار، وكل ما يروح حتة الدنيا تزيد. أو زي الموظفة اللي حاسة نفسها مش عارفة تعيش. لما شفت فيديو البنت الأولانية اللي قبل الراجل الطيب ده، أيوة البنوتة دي، الدمعة في عينيها فظيعة يعني. سألت نفسي سؤال، هو مين اللي هيقول لها وحياة دموعك يا أمال، على غرار وحياة دموعك يا كامل اللي قالها السيسي لكامل الوزير. السيسي بيمسح دمعة كامل الوزير، بس الشابة دي لو جيت تحسب سنها كام شاكب راكب مش هتعدي 25. لما في السن ده بنوتة عروسة قمر زي دي تقول لك احنا عايشين ليه؟ مستقبلها بقى اخباره ايه؟ لما هي بادئه كده تقول لك احنا عايشين ليه؟ والدمعة يعني هتفر من عينيها ومحدش بيقول لها امسحي دموعك يا كوثر، امسحي دموعك يا ايمان، مفيش حد بيقول لها حاجة.
هي بتكلم نفسها. دي طبقة فقيرة، هي والراجل اللي بعدها طبقة فقيرة وبتاع الأنبوبة. ده حتى الطبقات المرفهة نسبيا زي الفنانين والصحفيين الحياة بقت بالنسبة لهم صعبة جدا. نشوف كده بوست الأستاذة ماجدة غنيم عن الأسعار. بتقول دكتورة ماجدة غنيم: لحد كام شهر فاتوا كنت ألقى المساعدة المنزلية، الست اللي بتساعدها، داخلة عليا في إيدها كمية طماطم مهولة، تقولي لقيتها حلوة والتلاتة كيلو بعشرة جنيه، قلت أعملهم لك صلصة. امبارح على أنستا شوب التلاتة كيلو بمية وخمسة لمية وخمسة وتلاتين جنيه. الفرق ده محتاج أجيال، يعني تيتا تحكي لأحفادها إزاي وهي صغيرة كانت بتجيب 3 كيلو بعشرة جنيه. اللي بيحصل لنا ده مش طبيعي. دي دكتورة ماجدة غنيم بتتكلم على الست اللي بتساعدها في البيت، إنها كانت بتجيلها من شهور. إيه اللي هي بتقول إيه؟ لحد كام شهر؟ مش 25 سنة يا ريس، ده لحد كام شهر فاتوا كانت الست اللي بتساعدها في البيت تخش بكمية طماطم رهيبة تقول لها أنا لقيت التلاتة كيلو مش عارف بقد إيه، قلت أعملهم لك صلصة. بتقول إنها جابت لها، لقت على إنستا شوب التلاتة كيلو من 105 ل 135 جنيه. القفزة دي إزاي حصلت؟ حتى ممثل موهوب زي أحمد عزمي برضو عنده مشكلة ومش عارف يعيش، وكتب أهو: يستغيث للحصول على عمل، ابني بيكبر أمامي ولا أعرف كيف سأعينه على مواجهة صعوبات الحياة. ده أحمد عزمي. أنا بس عايز أقول لك، أنا استعرضت لك كل ده دلوقتي عشان أفكرك بحاجة، عشان أقول لك إن أنا قايل لك الكلام ده من زمان قوي. لا لا لا، مش من 10 سنين، على رأي الدكتورة ماجدة غنيم من كام شهر أنا قلت لك الكلام ده، قلته لك هنا في نفس الديكور ده، في نفس البرنامج ده أكيد، بنفس الشخص اللي قدامك، بس أنت بتنسى. وهو السيسي بيلعب على القصة دي، على إن إحنا شعب بينسى. خليني بقى أبدأ لك القصة من أولها. أنا قلت لك زمان قوي إن القصة بدأ كله ضرب ضرب من غير شتيمة، على رأي مرحوم علاء ولي الدين: كهرباء، بنزين، عيش، بوتاجاز. هفكرك واحدة واحدة لو انت شفت الحلقة دي، وهبدأ لك من أولها قوي. هل كان استعجال الانتخابات اللي كان مفروض انها تبقى في 24 عملها السيسي في 23 بدون سبب؟ هل كان سببها ان السيسي كان عارف ان في كوارث طالبها منه صندوق النقد، فعمل انتخابات 24 في 23؟ أنا الكلام ده قلته لك هنا قبل الانتخابات بليلة بلالي، قلت لك الراجل ده بيستعجل انتخابات 24، حطها في سنة 23 عشان عارف إن اللي جاي سواد. سواء حضرت الحلقة دي وناسي اللي أنا قلته لك، أو ما حضرتهاش ومش فاكر حاجة، فأنا هفكرك بالفيديو ده وبتاريخه. اتفرج. السيسي عايز يقدم الانتخابات بدل ما تبقى في نهاية مارس أو الإبريل 24 تبقى في يناير، ويتفتح باب الترشح في أكتوبر. ليه كل القصة دي؟ لأنه مضطر إلى أخذ إجراءات اقتصادية مكروهة شعبيا، طبقا لما ورد في موقع أفريكا انتليجنس، هو موقع استخباراتي. يعني اللي عايز يقول التقرير ان السيسي عايز يثبت الكرسي الاول لمده كام يا اولاد؟ ايوه برافو عليكم، 6 سنين، لحد 2030 اقعد الاول، اترست على الكرسي وقعد الشعب على خبوه، وبعدين بقى يحلها ربنا. اقعد الاول على الكرسي كده الست سنين بتوعي، اول ما تثبت ونعمل الهزاره بتاعت الانتخابات دي ويبقى وبتاع والسيسي نجح، الشعب كله فين؟ الشعب يا اولاد اهو، الشعب اهو، فين الخبور اهو، يلا اطلع يا شعب بقى. 5 يونيو 5 يونيو 23
الحلقة هي مش كده خمسة، بتجيبها هنا الله يخليك. خمسة يونيو 23 قلت لك السيسي استعجل الانتخابات اللي كانت في مارس 24 عملها في سبتمبر 23 عشان مستعد لإجراءات قاسية جدا هتحصل في 24. بس انت بتنسى، والله انت مشكلتك انك بتنسى. بتتلهي بقى في صلاح التجاني، وبتتلهي في النسوان، بتتلهي في المخدرات، بتتلهي في مسلسلات رمضان، بتتلهي في الثلاث نقط بتاع ماتشات الدوري، وبتنسى انا ايه لك الكلام ده. ودي شهاده للبرنامج، ان البرنامج ده بيقول لك الحاجه قبلها، مش ذكاء ولا عبقريه، ده تقارير يا جماعه، تقارير بنجيبها لك لحد عندك وانت قاعد على الكنبه. في سبتمبر 23 انا قلت لك في 5 يونيو 23 ان الراجل ده بيستعجل انتخابات 24، هيعملها في 23 عشان في 24 هيشويكوا على الجنبين. ايه رايك؟ على راي الست شاديه في احد افلامها ازيك بقى، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. وبعد ما ياخد الكرسي وقعدنا احنا على الخازوق، يروح السيسي يعمل حاجه جميله قوي، يفوض مدبولي في بعض اختصاصاته ويشيله الليله كلها، ويفضل هو البطل البعيد عن النقد، البطل بتاع اللقطه الحلوه. فيقوم السيسي يتنازل عن بعض اختصاصاته اللي تخص الحياه اليوميه بتاعت المصريين. الله، هو عيان؟ طب طلع مصيف؟ طب التنازل عن الاختصاص ده لحد كام؟ شهرين؟ لا، ده مفتوح. ادي بقى الاختصاصات اللي تنازل عنها السيسي. الاختصاصات اللي تنازل عنها السيسي: التصرف في املاك الدوله وحمايه الاثار. وعشان كده بيطلع النهارده مصطفى مدبولي يقول لك لا، ده لسه في ست نقط كمان او جزر كمان في البحر الاحمر، مش بس راس بناس، ده في جزر كمان هنبيعها. النهارده طالع يقول الكلام ده لان الراجل عنده حق التصرف كرئيس دوله في املاك الدوله. اتنين، منح المعاشات والمكافآت والتعويض عن الخسائر. يبقى تعالى قابلني. ما يتعلق بمجال العاملين في الدولة، مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها اللي هو البيع، مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات، مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام، مجال تأشيرات الموازنة. فجأة السيسي كده بدون أي سبب اتنازل عن اختصاص دي لمصطفى مدبولي. طب لحد امتى؟ قال لك ما نعرفش. طب مثلا هو طالع مصيف وراجع؟ قال لك ما نعرفش. طب هو جاله كانسر في دماغه مثلا ومش هيشفي منه خالص؟ يا رب، قال ما نعرفش. اختفاء السيسي فتح الكلام على انه مريض، مرض صعب جدا، رغم انه ما فيش اي دليل على القصه دي. واكبر دليل على ان الراجل زي البومب انه بيطلع في مؤتمرات صحفيه كل شويه. اهو الشهر ده والشهرين دول من ساعة ما رجع من مصيف، السيسي وبلينكن يتناقشان في القاهرة في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. اطلع اطلع التاريخ، الله يخليك اديني التاريخ. ايوه، السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني بقصر الاتحادية ما يحدث في قطاع غزة. امتى بقى؟ 11 سبتمبر 24. يعني الراجل كويس أو بيقف على رجله. اللي بعده، السيسي يشهد احتفال مولد النبي ويتحدث عن مهمة بناء الإنسان 16 سبتمبر، وطلع واتذاعت الحفلة، ولا وطلع مع رئيس الصومال في مؤتمر صحفي برضه، وطلع مع رئيس ألمانيا في مؤتمر صحفي. الله، يعني بيطلع، يعني الراجل مش مريض وملازم السرير. في رأي السيسي مش بيطلع في مؤتمرات يكلم الناس وفوم ندمولي وقبلها بكر انتخابات، كل ده عشان خطوات السيسي كان عارف انها زفت على دماغك، فيشيل مدبولي الليلة وانت بقى تشوف ان هو مش هو السبب، الحكومه هي السبب، ويفضل هو في برج العاجي يستمتع بالرئاسه كامراء القرون الوسطى، ومدبولي يشيل الليله كلها، ويبقى اللي باع مدبولي، واللي قبض مدبولي، واللي غلى مدبولي، واللي رخص مدبولي. والسيسي فين؟ معلش، الله، يعني بس الراجل ما يعرفش. عرفت بقى ليه أهمية إنك لازم تحضر البرنامج ده؟ لأن إحنا بنقول لك قبلها اللي هيحصل إيه. في 5 يونيو 2023 قلت لك السيسي بكر انتخابات الرئاسة اللي كانت مفروض في مارس 24 وعملها في سبتمبر 23.
لأنه يعلم إنها تتاخد إجراءات سخيفة، لا سخيفة إيه؟ بايخة؟ لا ولا بايخة، خازوق. وده اللي أنت شايفه دلوقتي. الخلاصة يا حضرات، أوعى تنشن غلط. قاعدة النشان معروفة، سن نملة الدبانة أسفل منتصف الهدف. أتحدى عسكري يقول لي القاعدة دي غلط. سن نملة الدبانة أسفل منتصف الهدف. السيسي هو الهدف، السيسي هو المسؤول مش مدبولي. السيسي اللي بينسحب من الحياة عشان ينعم بالقصور، عشان يفضل الحنين اللي قلبه على الشعب، عشان يفضل هو البطل اللي عمل مصر الجديدة. لكن مصر الجديدة بتلخصها صورة واحدة بس، صورة بتمثل عصر السيسي الحقيقي الفاسد وشلته الفاسدة. الصورة دي تحيا مصر، تحيا مصر، بس احنا ما نحياش. تحيا مصر والسلم مكسور، تحيا مصر والست مش لاقي ياكلها. المهم ان احنا كاتبين تحيا مصر والعلم موجود، وبالخط السخيف البايخ ده اللي هو يليق بذوق السيسي. ادي تحيا مصر، ادي الصورة يا حضرات وملخصها. عرفت ليه بقى مهم قوي انك تحضر البرنامج ده؟ عشان احنا في سبتمبر، يعني عدى سنة، فاتت سنة على رأي الأستاذ بليغ حمدي، فاتت سنة يونيو 23 ليونيو 24، سنة لسبتمبر سنة وشهور. عدت سنة وشهور على كلامي اللي قلته لك إن السيسي بكر الانتخابات عشان هيقعدكم على خازوق مغري، خازوق بغيرة، ويستمتع هو والمدام والأسرة يستمتعوا بالقصور والضياع والمكاسب، بينما انت سندوتش العيش بقى عندك بعشرة جنيه. أقسم لك بالله العلي العظيم، السيسي كان عارف، السيسي كان يعلم ان السندوتش هيوصل لعشرة جنيه، لأن دي تقارير مخابراتية ودي تعليمات صندوق النقد. فالراجل عايز يقعد على الكرسي الأول، قعد وانت هيصت، والأهلي خد الدوري وخد بطولة إفريقيا، واللي اتجوز اتجوز، واللي طلق طلق، واللي مات مات، واللي اتشل اتشل. وهوب نخش في أي حاجة بقى، مسلسلات، أبطال، فضايح، هتايك، جرس، وهوب تلاقي الأنبوبة زادت والسندوتش بعشرة جنيه وهو قاعد. قلت لك أنا تاريخيا الكهنة ما كانوش بيأكلوا الفول لأنها تتعارض مع المهام المقدسة في المعبد، إنما عبد الفتاح ماله مال الفول. خلاص عبد الفتاح طلق الفول من زمان، عبد الفتاح دلوقتي بياكل حاجات تانية. بشرى ليك يا مصريين، الخازوق يدوب انتوا لمستوه دلوقتي، إنما اللي جاي أصعب وأصعب. أشوفك بعد الفاصل. امبارح بالليل حصل حاجة غريبة جدا، العالم في وادي واحنا في وادي تاني. لأول مرة من 4 سنين طلع الفيدرالي الأمريكي عشان يفاجئ العالم، لأول مرة من 4 سنين، ويقرر خفض سعر الفايدة على غير العادة على الاقتراض فجأة كده. بص الخبر اهو قدامك، الفيدرالي يخفض الفائدة لأول مرة منذ 4 سنين. الحقيقة أنا شفت الخبر ده بالليل تقريبا أو قرب الفجر كده، اندهشت جدا. 4 سنين لأول مرة من 4 سنين. المهم ما طولش عليك، قول طول. صحيت الصبح كده أو صحيت الظهر، لقيت 4 بنوك خليجية أو مجموعة بنوك خليجية خفضت الفايدة. المركزي العماني يخفض أسعار الفايدة 50 نقطة. اللي بعده المركزي السعودي يخفض معدل الفايدة 50 نقطة. اللي بعده المركزي الإماراتي يخفض معدلات الفائدة 50 نقطة. اللي بعده المصرف القطر المركزي يخفض أسعار الفائدة. في حاجة تانية؟ المركزي يخفض ده بتاع إيه ده؟ جريدة الرأي الكويتية تقريبا. وبعدين البحرين يخفض سعر الفائدة 50 نقطة. يدوب الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة من هنا ووراء البنوك الخليجية كلها. طب هو السؤال، انا مش بتاع اقتصاد بس عندي فضول قطه،
يا ترى تخفيض الفايدة ده مفيد للاقتصاد يعني؟ أنا أفهم منين القصة دي؟ أنا راجل بتاع فنون جميلة، تماثيل ولوح فنية وتاريخ فن وتاريخ عمارة، ما أعرفش أنا في الاقتصاد. فرحت لجأت للخواجة شات جي بي تي، يا خواجة هو حكاية تخفيض الفايدة دي أخبارها إيه؟ فتعال كده نخش شوية مع بعض عند شات جي بي تي، نقول له إيه بقى الفايدة في القصة دي؟ في ان احنا نخفض الفايده على في البنوك. اسمع بقى الشات جي بي تي هيقول لك ايه. اهو، ما هي فائده تخفيض الفائده على الاقتصاد؟ ده الخواجه شات جي بي تي جاوب، قال لك الفايده ايه بقى. خش بقى، يعني بقى تخفيض سعر الفايده من الادوات النقديه المهمه اللي بتستخدمها البنوك للتاثير على الاقتصاد. الفايده هي السعر اللي بيدفعه المقترضون للمقرضين مقابل الأموال اللي بيقترضوها لفترة زمنية. طب إيه بقى فايدتها؟ قال لك بص، فايدتها تشجيع الاقتراض والاستثمار، عشان لما بتنخفض الفايدة بيصبح اقتراض الأموال من البنوك أرخص، وده بيشجع الشركات على اقتراض الأموال لتمويل مشاريعها وتوسيع أعمالها، كما يشجع الأفراد للحصول على قروض لشراء المنازل أو السيارات أو بدء مشاريع صغيرة. زيادة الاستهلاك مع انخفاض أسعار الفايدة بيقل العائد على المدخرات، يعني لو انت حاطط 100,000 جنيه في البنك العائد بتاعهم قل. طب تعمل ايه؟ يبقى ما تدخرش في البنك، تنفق. زيادة الانفاق تعزز الطلب على السلع والخدمات. طب بيعمل ايه كمان؟ قال لك بيعمل حافز تحفيز للنمو الاقتصادي. مع زيادة الاقتراض والانفاق تزداد أنشطة الأعمال والإنتاج، وده يؤدي إلى خلق وظائف جديدة وتقليل معدلات البطالة ويعزز النمو الاقتصادي العام. بيعمل ايه كمان يا خواجه؟ قال لك بيحسن قيمه الاصول، انه لما تنخفض اسعار الفائده يزداد الطلب على الاصول زي الاسهم والعقارات، وده يؤدي لارتفاع قيمتها، وده يجعل الافراد يشعرون بالثراء وبيزيدوا في الانفاق، وده يعزز الاقتصاد. في حاجه تانية يا خواجه، قال لك حاجه اخيره، تشجيع الاستثمار في الاصول الخطره زي عوائد السندات والحاجات دي. بالمجمل تخفيض الفائده يعد احد الطرق الفعاله لتحفيز الاقتصاد في أوقات الركود أو تباطؤ النمو. أهو واحد لا من ديني ولا من دينك ولا عنده دين أصلا، شات جي بي تي، والله العظيم دخلت عليه قلت له يا خو والله وهو لسه على التليفون، أخبار تخفيض الفائدة دي إيه؟ قال لي كده، إن ده هيقلل من المدخرات في البنك، بدل ما تروح ترمي فلوسك في البنك عشان تقعد تاخد 25% والكلام الفارغ ده، لا ده انت تروح تقترض من البنك بسعر اقل، فايده اقل، وبالتالي تروح بقى تفتح مشاريع. مشاريع يعني توفر فرص عمل، فرص عمل يعني انفاق في السوق، انفاق في السوق يعني اقتصاد كويس. وعشان كده اول ما البنك الفيدرالي الامريكي امبارح بالليل خفض الفائده بتاعته، كل بنوك الخليج، سلطنه عمان، الكويت، قطر، الامارات، السعوديه، البحرين، على طول خفضت الفائده. وفعلا ده اللي بيحصل بعد قرار خفض الفايده، صعود اسهم الخليج، صعود معظم اسواق الخليج بعد خفض اسعار الفايده. خبر كمان، الدولار يتعافى في اعقاب الخفض الكبير للفايده الامريكيه. طب يا حضرات، السؤال بقى، احنا فين من الترارملم ده؟ انا سالت نفسي السؤال ده، مصر فين؟ يعني يا ترى هنخفض الفايده عشان الاقتصاد يتحسن، ولا بحر المفهومية وفيلسوف الغبرة وجعر الزمن له رأي تاني؟ لأنه الحقيقة بتقول إن السيسي وصل الاقتصاد المصري للحيطة. الدول كلها حوالينا بتخفض الفايدة عشان الاقتصاد يفوق. حد هيقول لي لا 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 لا، النهارده حد قالها لي والله في اجتماع البرنامج، قال لي لا خلي بالك يا أستاذ محمد، خلي بالك، خلي بالك، طول بالك شوية، خد أجرك صبر. دلوقتي الدول دي، سلطنة عمان والسعودية والإمارات والبحرين وقطر، عملتها مرتبطة بالدولار. قلت له صلاة النبي، وإحنا مربوطين بإيه؟ باليوان الصيني؟ بالروبل الروسي؟ بالين الياباني؟ ما إحنا مربوطين بالنيل الدولار، فمفروض أنت مرتبط بالدولار دلوقتي. يا ترى بقى هنعمل إيه؟ هنفضل مكتفيين بالقعدة كده وحاطين إيدنا على خدنا؟ مكتفيين والحمد لله بالشات الأموال الساخنة والفوائد والتضخم والقرف ده؟ مش كلامي انا، اكتشفت ان في ناس بتسال نفس السؤال. هل مصراوي اهو
هل يخفض المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بعد قرار الفيدرالي؟ قال مصرفيون تحدث إليهم مصراوي أن خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة لن يدفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة. ليه يا عمي؟ ليه؟ وذلك لاختلاف الأداء الاقتصادي بين الدولتين وزيادة الضغوط التضخمية بمصر. يعني موقع مصراوي والله الله يخليك خليه ده عشان بس ما حدش يجي يقول لك ما تصدقش. أنا مش أنا اللي بقول الكلام، أنا لا ليا في الاقتصاد ولا غيره. إنما اللي أفهمه إن أي دولة مربوطة بالدولار دلوقتي مفروض تحزو حزو. المعلم الأكبر الشيطان الأعظم أمريكا. ولما أمريكا بدل بلد الدولار لأول مرة من 4 سنين تخفض سعر الفايدة، لازم كل بقى اللي مربوط بالدولار يعمل زيها، وده اللي عملوه سلطنة عمان والكويت وقطر والإمارات والبحرين والسعودية. إحنا فين بقى؟ قال لك لا أنت مش هتخفض. الله ليه؟ قال لك أصل الأداء الاقتصادي هناك مختلف. أنا هقفل الفقرة دي عشان أقول لك هل فعلا مصر هتخفض سعر الفايدة أسوى بأمريكا؟ الله أعلى وأعلم. اللي بعده في كتاب مبارك من المنصة إلى الميدان، هيكل عنده طبعة من الكتاب ده مهمة. أنا بعتبر أن كتابات هيكل مهمة، الله يرحمه بقى، مختلف معاه تماما لكن مهمة. يعني في أحد الصفحات بيقول هيكل بالنص كده: أخطأ محمد علي عندما أراد أن يبني دولة فبنى لهذه الدولة جيش فمشى مشروعه إلى الهاوية، وأخطأ الخديوي إسماعيل عندما اعتقد أن الحضارة يمكن أن تبنى بالاستعارة. يعني أنت إذا رحت اشتريت كم لوحة من كم فنان مشهورين جدا، وعزمت عندك السير أنتوني هوبكنز، واستضفت عندك في البيت على الغداء سيلين ديون، ورحت جبت ستيفن سبيلبرج احتفل معاك بعيد ميلادك، وجبت أخونا محمد صلاح عشان يحتفل بجواز بنتك معاك، ده مش معناه أنك أنت متحضر خالص. أكم من بهايم، أكم دي بتاعت المنايفة، أكم من بهايم عايشين معانا بيوتهم مكتظة بالآثار والتحف والحاجات دي، لكن هو نفسه إيه بقى؟ لا شيء، لا صنع حضارة ولا شارك فيها خالص نهائي. وده اللي بنعمله في الأمة العربية اليومين دول، بنعتقد ان انت لما تشتري لوحة لليوناردو دافينشي مثلا او لفان جوخ فانت دخلت بقى كده في مصاف الناس اللي هو الاثرياء او المتحضرين. او لو انت رحت اشتريت حصان ب 400 مليون دولار وشاركت بيه في اي سباق خيل، ورحت لبست اللبس الانجليزي المشهور ده بالهات الانجليزي والجو ده زي ما بيعمل محمد بن راشد، فانت تعتقد انك انت جزء مشارك في الحضاره. لا، انت اهبل برضو، هتفضل اهبل. لو رحت اتغديت في مطاعم مكسيم او رحت اتغديت في اي حته المطاعم فيها فاخره جدا ودخلت وشفت المنيو وطلبت كل حاجه، مش معناها انك انت شخص متحضر برضو خالص. لو رحت حضرت عرض للبلشوي في الباليه او عرض موسيقي لأوركسترا الفيل هارموني بتاع فيينا مثلا، مش معناه انك انت متحضر برضو، لانك انت جايز حمار ما انتش فاهم اللي بيحصل. ده اللي بتعمله السعودية. السعوديين للأسف عمالين يعملوا كل حاجة عشان يعملوا نفسهم متحضرين. انا بكلمش على السعوديين، انا بكلم عن النظام الحاكم. لو انت تابعت اللي بيحصل في السعودية هتعرف ازاي العرب قدروا يصنعوا تاريخ جديد في المنطقة وفي العالم في سنوات معدودة، قدروا يحفروا أسماءهم بالنور في صفحات المجد يخرب بيت أم الكذب. أنا بكذب. إنما لما تتابع عمرو أديب امبارح في موسم الرياض تشعر وكأننا والله العظيم فتحنا عكة. عمرو أديب طالع يرقص كالأراجوز يعمل دعاية لفعاليات موسم الرياض وكأنه مهرجان كان السينما الدولي أو مهرجان البندقية
او حتى مهرجان موسكو. افرجكم بقى على القرد ابو زديري وهو بيحلل القرشين اللي بياخدهم. اه والله معلش ارجع كده يا بيبي ورا هات نسيم حميد ده، عشان انا كنت بروح جيم في تركيا زمان كانوا حاطين صورته وهو بطل بقى حاجه تانية خالص. ده دلوقتي ممكن يكون موزع موسيقي او ممكن يكون بيشتغل اي حاجه منتج مثلا. اصل ده الراجل تربع كده على عرش الدهون. ايه بقى معلش ارجع كده يا بيبو اكتب بس كده نسيم حميد، يعني اكتب بس نسيم حميد كده وبطل حاجة تانية خالص. ايه بقى الحدث اللي مستنيه الناس؟ ايه بقى ده؟ ليه بقى؟ اهو ده نسيم حميد شايف؟ اتفرج. عيب عليك، عيب عليك لما اقول لك حاجة ما تزعلش مني. يعني انا شفت صورته في الجيم كانوا حاطين صورته في تركيا انه بطل وبتاع ومسلم وحاجات من دي، ودخلت الجيم مين ده يا جماعه؟ قالوا نسيم حميد. انا لا في الطور ولا في الطحين ولا اعرف ده مين اصلا. بس اللي مع عمرو اديب هو ده؟ اللي مع عمرو اديب ده الراجل اللي هو تحس انه بتاع اجانس عربيات ده هو ده فعلا؟ او فاتح مطعم كبده هو ده نسيم حميد؟ انا مش بشكك ان هو نفس الراجل يعني، بس ازاي كده يعني؟ هاو كاو ماو. المهم يعني عمرو أديب شايف إن ده حدث اللي العالم كله مستنيينه. الحكومات مش فاضية يا عزيزي المواطن، لأن الحكومات فرحانة بطائرات خردة وصلت أخيرا لوجهاتها الأخيرة، طائرات موسم الرياض استقرت يا حضراء الحمد لله. أنا كنت قلقان، أنا عمال أقول يا ترى الطائرات هتوصل سليمة ولا لا. وصلت، وصلت للبوليفارد وبقت موجودة بقى دلوقتي أهو، اهو وصلت لوجهات الحمد لله. مش مشكلة غزة اتحلت، ولا مشكلة الأمية في الوطن العربي اتحلت، ولا مشكلة الأمراض في الوطن العربي. لا الطيارات وصلت، وصلت للرنوي اهو. بص يا معلم انا عايزك بس تركز في الصورة، انت شايف العربيات اللي شادة الطيارة دي؟ العربيات دي انت فاكرها كده عادية؟ دي ثورة صناعية كبيرة جدا جدا. احنا كلمنا الشركات دي قلنا لهم عايزين عربية وجابوا لنا المهندسين وصنعوا العربيات دي. وانت بتهزر؟ انت احنا نهزر مع بعض؟ انت تعرف النقلة دي تكلفت كام؟ $500,000 الديوانية. تكلفة نقل طائرات موسم الرياض تصل الى 1,800,000. يجري على قدم وساق نقل عدد من 3 طائرات من طراز البوينج دي من أسطول الخطوط الجوية السعودية عبر البر في طريقها للعاصمة، وينتظر أن تأخذ تلك الطائرات مكانها في منطقة بوليفارد إحدى مناطق تقويم الرياض وحاجات من دي يعني شايف. وقالت شركة المجدوع اللوجستية اللي قامت بنقل الطائرات بقى، يعمل فريقنا حاليا على نقل 3 هياكل طيارات إضافة إلى 6 أجنحة مرفقة، كل هيكل يخضع لإجراءات نقل متخططة بعناية لضمان سير العملية زي الشعرة من العجينة، وباستخدام مقطورات منخفضة ومختصة في النقل الثقيل، وبتستخدم 78 خط محوري من وجبنا مهندسين بقى وقعدنا بقى إن إيه؟ مرة في حكاية في التاريخ صدفتني زمان يعني في العصر العباسي أيام بقى الهانكو والرانكو والحاجات دي، جاء واحد قال للخليفة العباسي أنا هعرض لك عرض خرافي، فجاب إبرة الخياطة. أنت عشان تدخل الخيط في خرم الإبرة بتقعد تعمل كده قصة كبيرة يعني، كارثة سودة. تخيل الخيط، الراجل ده عمل عرض عبارة عن انه يرمي الابرة دي يدخلها في الخرم وتطلع من الناحية التانية، وقعد يعمل عرض وبتاع. فيقال ان الخليفة سأله قال له انت قعدت قد ايه تتدرب على الحكاية دي؟ قال له شهور وسنين. امر بجلده. ليه يا معلم في حاجة يعني؟ قال له انت يعني قعدت تضيع من عمرك سنين وشهور عشان تقعد تعمل عرض زي ده تافه زي ده؟ تخيل انت صارف حوالي مليار يعني نص مليون او مليار دولار انفاق على الكرة في السعودية،
مليار دولار على كرة القدم في السعودية، وده خلى السعوديين نفسهم ينتقدوا القصة دي. أخبار الرياض: السهلي ضخ 4 مليار ريال في الموسم الحالي غير منطقي. 4 مليار 4 مليار في كورة؟ على عارف ده إيه؟ ده أجر اللاعبين بس، بس. فصرف مش بعيد بقى تصرف نص مليار عشان تنقل 3 طيارات، وانت في الآخر مش بس صرفت نص مليار مليون دولار، لا، انت هتكت عرض السعوديين، انت رخصت السعوديين، لدرجة ان السعوديين خرجوا رخصوا نفسهم، مش كلهم، بعضهم ستات ورجالة، وعملوا عروض عشان ينالوا عربية فخمة من عند تركي الشيخ. انا شفت فيديو، والنبي يا والنبي يا بيب والله يخليك، معلش اتعب كده معانا شويه، وهات شويه العروض اللي السعوديين عملوها قدام الطياره حتى ينالوا العربيه الفخمه. رخصوا نفسهم قوي، وبان انه ما فيش فرق كبير جدا ما بين الفقراء المصريين والاخوه في السعوديه. الفقراء المصريين اللي بيطلعوا يغبزوا ويطبخوا، واللي بيبيع مراته على السوشيال ميديا عشان يجيب فلوس، واللي بيبيع لحمها عشان تجيب فلوس. طب ما السعوديين عملوا نفس القصه، والطيارات دي معديه، طلعوا عملوا ليالي بقى، اللي جاب ولاده عشان ينال الحظ، واللي رقص، واللي طلعت رقصت. انا شفت فيديو لواحده ست سعوديه عشان بس تنال ان الفيديو يصل للاخ اسمه ايه ده، تركي الشيخ، وتاخد عربيه فخمه. لدرجه ان تركي نفسه طلع في فيديو واتكلم عن القصه دي، وانا ممكن اجيب لك تركي وهو بيتكلم عن انه طيور الظلام احنا جبناها هنا، وخفافيش الظلام اللي طالعه تنتقد. ما تجيب يا عم اي حاجه، هو انت نمت جوه ولا انا اللي نمت بره، ولا احنا مش بنعرض البرنامج اصلا يا عم؟ السعوديين اهم، هات السعوديين وهم بيعرضوا نفسهم ولحمهم اهو، اتفضل. اللي جاب الجمل واللي جاب الناقه اتفرج وقعدوا، لا هات بس السعوديين. ايوه هتلاقي كتير قوي. ايوه هاي الست اهي، الست اهي، اهو الست اهي، الست طلعت السعوديه عشان تنال عرض انها تعمل. هم شايلين الجناح طبعا، شايلين الوينجز اهو. بص الستات انت جايب لي ده يا عم، هات الصور الحاجات بتاع السعوديين، يعني هات صور الحاجات بتاع السعوديين، عروض السعوديين في القصه دي مش العرض ده. تخيل فرخصوا نفسهم وطلعوا قال لك احنا ممكن ناخد عربيه. وشفت فيديوهات والله كتيره جدا، بس انت مش قادر تجيبها، لكن انا عندي انا الحقيقه الفيديوهات دي، يعني اهو بص بص اهو طلعوا، بص كل واحد طلع يعمل اي حاجه عشان ينال الرضا. بص ورقص وزغط وزيطه وزنبليطه وقصه، ولعبه واحده اهي سعوديه اهي. وغير عشان كده طلع تركي قال شيخ قال لك طيور الظلام وخفافيش الظلام اللي انتقدوا السعوديين. لا مش طيور الظلام، ده السعوديين نفسهم، السعوديين نفسهم قال لك ايه اللي بيحصل ده؟ يعني ايه طياره معديه واطلع اخد ولادي ارقص قدام الطياره؟ اتفرج اتفرج، كل ده عشان طياره خرده معديه. بص بص، وجابوا لهم البلح، وبص بص بص، كل واحد عمل اللي عليه عشان ينال الرضا السامي. يعني مش بس انت، مش بس انت صرفت مليون نص مليون دولار في النقل، ده انت كمان صارف من كرامة السعوديين. قدام الانجازات دي الحقيقة من العبث ان حد يجي يسألنا عن أهمية التفوق الإسرائيلي. ما انا عايز اعطس فعلا والله، يعني جاي لي في دماغي كده اعطس، طلع في دماغي اعطس مش عارف ليه، ما خلاص بقى مش مشكله يعني. فبس اجيب لك انا بالمناسبه دي، اجيب لك انا اللي مش عارف يجيبه بيبو، اللي هو الاخ تركي اهو. اعرض ده، اعرض ده، انا جبته لك اهو. اهو تركي لما حس ان الحمله عليه شديده طلع قال انه بص بص بص، الراجل ده خد عربيه فخمه، ده الراجل ده تركي طلع قال لك هاتوا لي معلومات عنه، هذا ليه عربيه من الست عربيات، يبقى باقي خمسه.
فطلع السعوديين، طلع السعوديين قال لك طب هو ده عمل كده وخد عربية فخمة، ده احنا ممكن نطلع الحريم والرجالة والعيال الصغيرة ونجيبهم. وطلعوا فعلا. فتركي طلع لما السعوديين طلعوا قال ايه اللي بيحصل ده، تركي طلع في الفيديو اللي بعته لك يا ريس، طلع قال لك خفافيش الظلام اللي بتنتقد اللي حصل، لانه الناس قالت لا عيب بقى، عيب بقى يعني كتير قوي كده عمرو اديب يعملها، ماشي ده مصري وجعان حتى لو شبع، يعني لو اتحاشى دولارات عمرو اديب برضه جعان، انما احنا السعوديين نطلع نرقص عشان طياره خرده معديه، هم اللي اخترعنا اهو. الموضوع بقى فضيحه، مش بس نص مليون دولار نقل بس، لا ده بقى فضيحه، لدرجه ان في حد قال لهم هو انتم مش هتبطلوا تقلدوا، وقال لهم السعوديه بتقلد اهو يا ريس اهو بعته لك انا من شويه، السعوديه بتقلد موكب المومياوات المصري. حد في صحيح مصر، السعوديه في سباق التقليد من موكب المومياوات الى بوليفارد واي او رانا واي، اهو ده موقع مصر مش انا، عملت احنا انت في مصر عملت موكب المومياوات، طب احنا هنعمل بقى موكب الطيارات الخرد. من الانجازات الوهميه دي من العبث انك انت حد يجي يسالك عن اهميه التفوق الاسرائيلي في الامن السبراني والذكاء الاصطناعي والحاجات الفارغه دي بقى. بص بص السعوديات، بص بص يا ريس كله طلع، يا ريس كله طلع عشان ياخدوا العربيه. طب وانت بتعملي سندوتشات على الطريق ولا ايه؟ طلع ليه كده ممرضه يعني، ولا بتعملي سندوتشات وشاي وقهوه؟ وايه دخل العالم بالموضوع؟ شايف تفوق السعودي؟ تفوق يا بيه، مش لابسين ابيض في ابيض يبقى تفوقنا، والابيض في ابيض ده ايه؟ رداء الاطباء ابيض في ابيض. محدش يسالني، لان السؤال اهو بعد تفجيرات لبنان الخطيره، ما اهميه الامن السبراني في ظل حروب الجيل الخامس المرعبه؟ ما تسالنيش عن الحب، ما تفكرنيش بالحب لحياتي، هي حياتي ولا قلبي اصبح قلب. محمد الموجي وعبد الحليم حافظ. تفوق الاحتلال في تكنولوجيا الدم والخراب مش جديد، وشفنا اللي بيحصل في غزة من استخدام برامج متقدمة لقتل الآلاف في غزة. أنا عايز أقول لك أني سيبك من كل ده، أنه البي بي سي عاملة تقرير جميل قوي عن العمليات المخابراتية اللي إسرائيل تفوقت فيها على العرب، هبعته لك برضو يمكن ينفعنا. البي بي سي عمل التقرير عن أهم 10 عمليات نجحت فيها إسرائيل تكنولوجيا في مجال الاستخبارات، وأهم عمليات أخفقت فيها. كنت قاعد أقرأ النهاردة والله، تخيل إسرائيل، الدولة إسرائيل، انتصارات الموساد وإخفاقاته أبرز 10 عمليات، ده في البي بي سي النهاردة، ده النهاردة قبل ساعة واحدة. في عملية غير مسبوقة تحولت أجهزة البيجر اللي بيستخدمها عناصر حزب الله من وسيلة آمنة لتجنب التكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية إلى عبوات ناسفة. انسى بقى القصة دي، انسى بقى، اطلع 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 بقى. وجابوا لإسرائيل أهم 10 عمليات استخباراتية، منهم القبض على الرجل الألماني اللي عزب أهو العمليات الناجحة أدولف إخمان، مطاردته وجابوه من الأرجنتين تقريبا أو من حتة كده بعد ما استخبى وعمل عملية تجميل. اللي بعده اللي بعده اللي بعده عملية عنتيبي، مطار عنتيبي في افريقيا. اللي بعده عملية نجاحاتهم، محمود الهمشري في سنة 72 قامت جماعة أيلول الأسود الفلسطينية المسلحة بقتل عضوين من الفريق الأولمبي الإسرائيلي في أولمبياد ميونخ، واحتجزت 9 آخرين قتلوا لاحقا في محاولة إنقاذ فاشلة قامت بها شرطة ألمانيا الغربية. بعد ذلك استهدف الموساد عدد من أعضاء منظمة التحرير من بينهم محمود الهمشري، قتل إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت في الهاتف في شقته. على فكرة اتعمل عن القصة دي فيلم اسمه ميونخ، عمله تقريبا ستيفن سبيلبرج اللي أخرجه تقريبا، إما لم أكن مخطئ يعني. عملية يحيى عياش والهاتف المفخخ برضو دي عملية ناجحة لإسرائيل. في عملية مشابهة سنة 96 اغتال الشباك صانع القنابل في حركة حماس يحيى عياش عبر هاتف محمول من طراز موتورولا ألفا، تم تفخيخه بنحو 50 جرام من المتفجرات.
اللي بعده محمود المبحوح في دبي. حد فاكر المبحوح في دبي؟ في عام 2010 وجدت جثة المسؤول العسكري، وكان ساعتها قائد شرطة دبي ضاحي خرفان، والعملية دي كانت أنا متأكد إنها بالتنسيق مع الشرطة الإماراتية، لأنهم دخلوا الأوتيل وكاميرا الأوتيل صورتهم، صورت المجموعة، كان فيهم بنت، صورت المجموعة اللي دخلت اغتالت المبحوح في الشقة بتاعته في دبي أيام ما كان قائد الشرطة فيها الأخ ضاحي خرفان، ودي سبة في جبين الشرطة الإماراتية، وعادي جدا اغتالوا المبحوح، والفيديو موجود على فكرة لو دورت. عمليات فاشلة بقى، محاولة اغتيال خالد مشعل، محاولة اغتيال اللي بعده اللي بعده اللي بعده محمود الزهار، عمليات فاشلة. من لافون فشلوا في تقييم والتنفيذ في 7 أكتوبر، لافون دي اللي حصلت في مصر. تخيل ان البي بي سي عاملة السجل ده لرصد أهم عمليات ناجحة وفاشلة عند الإسرائيليين، وإحنا بنحتفل بأموال ضخمة جدا بوصول طيارات خردة للبوليفارد. عايز أقول لك أوعى تقل عقلك وتعمل زي ما أنا عملت، استفيد من تجربتي، قسما بالله تتحسر. شوف كده إسرائيل بتصرف كام سنويا على البحث العلمي، وشوف الدول العربية بتصرف كام، قسم هيجي لك شلل، هيجي لك حاجه وحشه. ما تعملش كده، ما تفتش، ما تدورش، خلاص انسى، قضي الامر. احنا بنصرف على عمرو اديب طالع يقول لك ووصول جوش هو ولا مش عارف اسمه ايه البطل ده بتاع المصارعه، ووصول نسيم حامد بعد ما تخن، وعاملين ليله كبيره جدا، واسرائيل بتصرف على البحث العلمي. اوعى يقل عقلك وتدور. لافندر، كيف استغلت إسرائيل الذكاء الاصطناعي في قتل الفلسطينيين دون تمييز؟ الجزيرة، هات الجزيرة اللي بعده، أثر الشرق بلومبرج. بس كده؟ لا، تعالى ما أقول لك عزيزي المواطن في العالم العربي وفي السعودية تحديدا، في الوقت اللي مليارات إسرائيلية، يعني في تفوق إسرائيلي تكنولوجي بتقتل بيه المدنيين، كانت الحكومات العربية بتتسابق في استخدام تكنولوجيا إسرائيلية للتجسس على المواطنين بتوعها. يعني احنا زباين عند إسرائيل كمان، بنستغل التكنولوجيا الإسرائيلية عشان نتجسس على المعارضين. تشغلوا الإمارات واشترته السعودية. تفاصيل مثيرة عن برنامج تجسس إسرائيلي جديد. ايه رأيك بقى؟ ازايك بقى؟ ازيك؟ عامل ايه دلوقتي؟ تخيل شركة اسرائيلية باعت برامج تجسس لمصر وعرضتها على دولتين عربيتين، عربي 21. بنشتري التكنولوجيا الاسرائيلية بس بنفرح بالطيارات الخردة، وبنعمل لهم موكب نصرف عليه $500,000. احنا لخصنا المشهد المزري ده في الازدواجية والقمع التكنولوجي بيد إسرائيل والزبون بتاعهم اللي هم الحكام العرب في الجراف ده. الزبون والضحية عربيان. التكنولوجيا الإسرائيلية القاتلة. الجريمة، إسرائيل توظف الوحدة 8200 للاختراق والتجسس على الشرق الأوسط. إسرائيل مهتمة بعمليات التفجيرات لأجهزة الاتصال لعناصر حزب الله في لبنان. إسرائيل استخدمت برنامج ذكاء اصطناعي لافندر لإبادة جماعية في غزة. الضحية، أكثر من 3000 مواطن ضحية تفجيرات أجهزة الاتصالات في لبنان. برنامج لافندا الإسرائيلي حدد 37,000 مواطن بقطاع غزة لقتلهم. يتجاوز عدد الشهداء في الحرب على قطاع غزة 41,000 مدني. الزبون بقى العربي، شركة انتلسكا الإسرائيلية باعت برنامج تجسس معروف لمصر. رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت عمل كمستشار للشركة دي. السيسي استخدم البرنامج في التجسس على معارضين أبرزهم أحمد طنطاوي وأيمن نور. تعاونت مصر مع منصة مش عارف اسمها ايه، سنتر كده، الإسرائيلية لمراقبة شبكات التواصل. وفرت شركة كوادريم الإسرائيلية خوادم تجسس واختراق إحداها في الإمارات. خوادم كوادريم دي أو كوادريم اشترت السعودية للتجسس واختراق أنظمة التشغيل.
قدمت انتلسكا او انتلكسا ومقرها دبي برامج تجسس للواء خليفه حفتر سنه 21. عملت بقى الحكومات العربيه بالقصه دي تتجاوز تكلفه موسم الرياض بالسعوديه حوالي مليار دولار. السعوديه كلفت ما يقرب من نصف مليون دولار لنقل طائرات خرده. لا، تكلفه موسم الرياض مليار دولار. النقل الطيارات بس، النقل الخرده نص مليون دولار. اعتقال طالب في مصر عشان صمم طياره درون مسيره ضمن مشروع تخرجه في مصر. تحظر مصر تصنيع الطائرات الدرون الا بامر من الحاكم العسكري. تعتقل مصر عشرات العلماء في المجالات الحيويه بتهم سياسيه. ايه رايك بقى؟ عشان كده اسرائيل لازم تحافظ على الانظمه دي، لان الانظمه دي هدفها الاساسي، الانظمه العربيه كلها من المحيط الى الخليج كلها. مقتل المبحوح اهو اهو اهو، ادي العناصر الاسرائيليه اللي قتلته، شايف؟ اتفضل دخلوا، هو داخل اهو، ده هو ده المبحوح اهو داخل شقته. خلاص بس كده يا معلم، بس 19 يناير 2010، ادي الفريق اللي دخل قتله، فيهم واحدة ستة أنا فاكر والله، أهي جاي الفلارد أهم، وصلوا هم ودخلوا وطلعوا الشقة وطلعوا الدور ده، هو جوه الأسانسير يعني، مصورينهم جوه الأسانسير كمان، ودخلوا هيخشوا بقى عند الدور بتاعه. هم اطمنوا دلوقتي إن هو وصل أهم، وصلوا هم للدور بتاعه يا ريس، شايف؟ ودخلوا هيوصل له الدور، يخش ويضربه في الشقه ومع السلامه على كده، كان الله بالسر عليم. اتفرج الراجل ده مش في شقته تقريبا، في نادي صحي او حاجه زي كده، لان القصه من 2010. الشنط دي بقى مليانه اسلحه، واحنا ولا احنا هنا، ضحي خلفان مش هو هنا خالص، ولا في اجهزه ولا في اي حاجه. بص عدوا من الحاجات اهي، عدوا من البوابات الأمنية. الراجل فوق فوق، نطلع نقتل اقتل، ملكش دعوة ملكش دعوة، عدي انت عادي جدا، هنصهين عليك احنا ونعديك زي الحلاوة، وهوب نطلع وبوابات وأمن ويقول لك دبي آمنة ومش دبي آمنة. وراحوا مطلعين، أنا الفيديو ده شفته عشرات المرات وقتها، لأن وقتها كانوا مفهمين أن دبي دي هي الجنة الآمنة، بس طلع عادي أن هم تم استخراج عن طريق هذه الشركة مقر ماستر كارد. كمل سيبك من الحاجات دي قضية قديمة أصلها. المبحوح تم اغتياله عادي جدا زي الحلاوة، وكان المسؤول الأمني رفيع المستوى في القصة دي ضحية خلفان، كان هو المسؤول الأمني عن دبي، وطلعوا الدور بتاع الراجل وقتلوه عادي جدا وروحوا. انت لو مشيت الفيديو هتشوف بقى الضرب، مش هتشوف الضرب بس، هتشوف هم داخلين ثم الضرب، وبعدين خرجوا عادي جدا ومشوا ونزلوا وركبوا طياره وروحوا. لازم تفضل الدول العربيه متاخره، ودي واحده من اهم مهام اي زعيم او ملك عربي، ان شعبه يبقى متخلف، يعني لا هو متعلم ولا مش متعلم، ولا هو متنور ولا مش متنور. ليه؟ لان احنا زباين، لأن احنا لازم نفضل متخلفين عشان تتفوق إسرائيل، وده الهدف من تكوين إسرائيل، أنها تظل إسرائيل دائما هي الدولة المتقدمة في المنطقة، هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. ويشار علينا احنا كعرب على أن احنا بهايم، معانا فلوس كتيرة جدا، معانا فلوس على رأي الأستاذ هيكل في الكتاب ده نفسه، قال لك توفر لدول الخليج أموال لم تتوفر لصلاح الدين الأيوبي، والله هو قايل كده بالنص. ومع ذلك صلاح الدين الايوبي فتح القدس، واحنا مش هقول لك بقى، اقول لك ايه، ما انت شايف، لم تتوفر الاموال اللي عندنا لعمر بن الخطاب، وراح الراجل بقى غلب الروم والحاجات دي، بس احنا عندنا اموال بنفتح بيها الكباريهات، بنفتح بيها انديه القمار، بنوزعها على العاهرات، بنشتري بيها حاجات احنا مش عارفين قيمتها خالص، بنشتري أفخم السلع والماركات العالمية، بنركب بها عربيات ما أنزل الله بها من سلطان،
بنركب بيها طيارات خاصة، وتلاقي ياسمين عز، اسمها ياسمين ايه؟ خطيب، تلاقي راكبة طيارة خاصة، محمد رمضان يشتري 7-8 عربيات ما لهمش أي علاقة ببعض، ومش يعمل بيهم حاجة، بس احنا نقتقد. أو بص هي دي الشقة، هم دخلهم العب كده، بص تتبع المجني عليه. يا عم انت بتنقل، ماشي كمل كمل كمل. بص يا ريس اهو ده خلفنا اهو، اهو يا اولاد اهو ده خلفنا اهو اهو. بص وطلع بقى عمل مؤتمر صحفي وبتاع، وان الذين كانوا، وقال لك وسنعمل وهنجيبهم والقضاء الدولي. وقتها سمعنا اسطوانات كتيره جدا، ما حصلش حاجه. احنا بقى ده الكلام ده في 2010، احنا 2024، يعني من 14 سنه، من 14 سنه تقريبا. حد اهو محمود المبحوحه، هو ده، دي اخر صوره لي، هو ده دي اخر ظهور لي في الحياه. الراجل نازل من الاسانسير وداخل عادي جدا مكان اقامته في الشقه بتاعته، هيخش بعده المجموعه القتاليه، هتخش بعده هوب وتيجي عتلاه عادي جدا. تطلع شرطه دبي تقول لك ان احنا هنعمل وهنسوي، اللي هي قال عنها نزار قباني بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة. خد خد يا راعي جديان. عشان كده زي لازم تفضل الدول العربية متأخرة، الدول العربية والذكاء الاصطناعي تأخر عن الرجب، وجهود تتباين من بلد إلى أخرى. خلينا نشوف ترتيب كده التكنولوجيا في الدول العربية إحصائية. أهو الإمارات 28 في الترتيب العالمي، الإمارات 28 في الترتيب العالمي، السعودية 31، قطر 42، مصر 52، تونس 65، 56، المغرب 57، البحرين 58. على فكرة الإمارات مش متقدمة علميا ولا حاجة، هي بس بتشتري التكنولوجيا أكتر. يعني إسرائيل بقى في المركز كم؟ طمنا كده على إسرائيل، أخبارها إيه؟ خلاص عرفنا دي. إسرائيل في المركز الثالث عالميا، الثالث عالميا من حيث الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا لها، تخيل. طب هو السؤال، ليه ما نعملش زي الناس دي ونحاول نخرج بره الدائرة الغربية اللي بتحاصرهم دي؟ عارف ليه؟ مسيرات حسب الطلب، طلاب أتراك ينتجون طائرات دون طيار متعددة المهام، عندهم لو عندنا كتقبض عليهم. لا لا، ما هو احنا في مصر ما نقدرش نعمل كده أصلا، لأنك أنت لو عملت حاجة زي دي الزبوطة مش هيفهم، الزبوطة مش هيفهم، مش هيفهم إن دي طيارة درون ممكن نستخدمها في حالات المرور، نستخدمها في حالات البحث عن مفقودين، نستخدمها في 30,000 إجراء غير عسكري. هو هيفهم يا لئيم أنت عايز تشتري درون وتطيرها عشان تشوف السيسي هو بالبوكسر في بيته، ده خطر أمنيا. يا بيه احنا الدولة الوحيدة لحد الوقت اللي تمشي تلاقي ممنوع الاقتراب والتصوير. تخيل الناس شايلة جي بي اس بتشوف كل حاجة في الدنيا، بتشوف تفاصيل التفاصيل، واحنا عندنا لحد الوقت يقول لك ممنوع الاقتراب والتصوير. اه والله، ولو ما لقيتش اليافطة، ما انا مرة كنت ماشي في شارع في وسط البلد عند السفارة السويسري كده، من شارع رمسيس كده كنت داخل وسط البلد وبصور عادي، مش عارف كنت بصور هناك السفارة السويسري، لأن الطراز المعماري فيها غريب قوي، لانه كان في الشارع ده ساكن يوسف بيه وهبي زمان في الحته دي في المنطقه دي، ايام مسرح مصر، مش بتاع علي ربيع والشيله دي، لا ايام مسرح يوسف وهبي، مسرح رمسيس، كان يوسف بيه وهبي ساكن في المنطقه دي بالظبط. فانا كنت بتقصى هو ساكن، كان ساكن فين، فبصور. ام واحد قاعد طالع لي من عماره الومنيوم كده في الحته اللي توديك على دار القضاء، وطلع قال لي يا بيه بتعمل ايه؟ قلت له بصور الشارع. اللي ممنوع بيه، انت تبع ايه؟ قلت له لا انت اللي تبع ايه بقى؟ قال لي انا قاعد هنا والله العظيم. قلت له يعني امن يعني ولا مباحث ولا؟ قال لي تقدر تقول كده. تصور ليه؟ قلت له شارع ربنا بصوره عادي يعني، هو في هنا قاعده عسكريه مثلا وانا ما اعرفش؟ قال بس ممنوع التصوير، مفيش قاعده عسكريه. قلت له ما فيش قاعده عسكريه، ده وسط البلد. قال لي ممنوع التصوير. والله احنا البلد الوحيده، رغم ان الجي بي اس بقى تقدر وانت قاعد دلوقتي في كندا تجيب بقى وسط البلد ومين اللي ماشي في نفس الساعه دلوقتي، انما لا. اهو اعتقال طالب جامعي لصناعه طائره مسيره ضمن مشروع
التخرج، تخيل اعتقلوه والدكتور بتاعه تخلى عنه. الحقيقة عشان نفهم ليه مش هم مش عايزين الشعوب تفهم، لخصها السيسي، أجرأ جعر عربي لخص القصة ببساطة شديدة جدا. ليه مفروض ما تتعلمش انت تعليم حقيقي؟ شفت بقى، هي دي الفولة. بمناسبة الفول غلي، هي دي الفولة يا ريس. التعليم الحقيقي هيخلق ليك شخصية، والحاكم العربي مش عايز يكون عندك شخصية أصلا. التعليم الحقيقي هيخلق لك عقلية نقدية، والحاكم العربي مش عايزك تبقى عندك عقلية نقدية، عقلية تفحص، عقلية ما تصدقش أي حاجة، عقلية ما تمشيش ورا شيخ عينيه حلوة ودبالي. ده أنا النهاردة شفت واحدة ورب العزة صحفية بتقول لك إيه يا جماعة الهجمة اللي على الشيخ صلاح التجاني دي؟ أصل أنا لأ، دي وراها حاجة أكيد، يعني دي معمولة كده مصنوعة عشان وراها حاجة. الكلام لحد دلوقتي كويس. خد بقى اللي مش كويس، قالت لك إيه؟ قالت لك أصل كمان اللي خلاني أشك إن الهجمة دي مشكوك فيها إن اسم الشيخ علي جمعة جه فيها. هو أنت مؤمنة بالشيخ علي جمعة؟ يا سنة سوخة يا أولاد. ده أنا فاكرك صحفية بقى، فعرفت إن هما بيدرسوا في إعلام بيحشوا ويرموا. والله بيحشوا ويرموا. إذا كان أنت صحفية شابة ولسه مؤمنة بإن علي جمعة شيخ أصلاً، هو ده بقى التعليم. التعليم الحقيقي هيخلق عندك عقلية نقدية، تاخد وترد، تغربل اللي بيخش دماغك، تسمع وتفهم وترد. إنما إحنا عندنا كليات إعلام بتطلع بهايم، بتطلع ناس حافظة، بتطلع ناس بتردد نفس اللي بيتردد بالظبط، وتجد كل حاجة في الكتب ملهاش علاقة بالواقع نهائي، ولا ليها علاقة بالمنطق نهائي. التعليم عندنا يوصل لكده، وده ما يعرفش حد يحكم بقى. هنيجي نحكم ناس زي دي نقول لهم بكرة تشوفوا مصر ونسقف له؟ هيطلع ناس يتقلها يعني منجوع، منجوع يعني ما ناكلش، ما ناكلش، والناس تسقف وتعيط. هم عايزين التعليم ده مش بس في مصر يا حضرات. انا امبارح وصلني منهج في الاردن، تخيلوا منهج في الاردن، ما اعرفش اجيب الصوره دلوقتي، في الاردن بيدرسوا للطلبه في الاردن ايه بقى؟ تخيل، اصدمك، شخصية بيتم تدريسها في مناهج الأردن دلوقتي. الفنانة الكبيرة سميرة توفيق، ورب العزة زي بقول لك كده، بيدرسوا في الأردن. ده أنا عندي الصورة بس أنا ما أعرفش أطلعها دلوقتي. الصورة عندي من منهج في كتاب أحد الكتب في الأردن، تخيل، بس أنا ما أعرفش أطلعها، صعب أطلعها دلوقتي. أهو الأردن درس عن سميرة توفيق اللي هي دي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بعد انتشار صورة من كتاب للصف الرابع عن الفنانة اللبنانية سميرة توفيق. أهو، أيوة هي دي، هي دي الصورة. مغنية لبنانية اشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، قدم لها الشعراء من لبنان وسوريا والأردن العديد من الأغاني، ونالت شهرة عربية كبيرة منها أغنية بالله تصب لها القهوة، وفدوى لعيونك يا أردن، وحسنك يا زين، وأسمر خفيف الروح، وإحنا كراسي البلد، كما شاركت في عدد من المسلسلات. تخيل، الفنانة سميرة توفيق. آخر حاجة أعرفها عن سميرة توفيق، زمان كان عندنا سينما بتعرض الأفلام الواقعة، مش الواقعة يعني الوحشة، يعني اللي راحت زمانها. شفت لها فيلم تاريخي مع أحمد مظهر تقريبا. آخر حاجة سميرة توفيق بتدرس في الأردن. إيه سميرة توفيق؟ مع احترامي للبنان وللأردن، ايه سميره توفيق؟ وهي لبنان ما فيهاش فيروز، ما فيهاش حليم الرومي، ما فيهاش عاصي الرحباني، خلاص لبنان، خلاص نشفت الحكايه في لبنان على سميره توفيق. دي مصيبه سودة. عرفت ليه لازم تطلع تتعلم عندهم؟ عشان يعرفوا يحكموك. عايز تتعلم بقى، تعالى مصر. يلا
اللي بيحصل في التعليم العام من تخريم اللي كان لابد أن يطال جامعة الأزهر، وده كان رأي الحكومة، قالت لك ما يطبق بالتربية والتعليم هيطبق على الأزهر. سيبك من سميرة توفيق، أهو هذا العام سيتم تطبيقه على المعاهد الأزهرية، يعني والله ما هنسيب أي خرم في البلد دي. وانطال بيك العمر إن شاء الله هتشوفوا أجيال طالعة مش عارفة مصر دي فين، ومش عارفة حدودها فين، ومش عارفة سواحلها، ولا عارفين ليبيا دي فين والسودان فين، بعيدة قريبة. آخر معلوماتهم هتكون حفلات الساحل الشمالي. أنا مش متشائم، بس سجل عليا الكلام اللي بقوله ده، لأن ده نتيجة طبيعية، لأنه تقريبا هيلغوا الجغرافيا. التقريبا أهو إلغاء تدريس الجغرافيا لأولى ثانوي أزهري، والفرنساوي مادة نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع. يا ده وقت قرار زي كده لازم يتاخذ ويتنفذ في أسوأ فترة مرت على تاريخ مصر، لأنهم مش عايزين حد يدرس جغرافيا ولا تاريخ. دي مصيبة، لأنك في الجغرافيا مش بس بتعرف يعني ايه هضبة وتل ويعني ايه جبل والكلام الفارغ ده، ويعني ايه خليج ويعني ايه وادي وكده، لا انت هتعرف حدود بلدك وتاريخها، تعرف تاريخها. مش هدرس جغرافيا عشان ما تعرفش أراضي البلد السيسي بيبيعها ازاي لإخواننا في الخليج، زي ما قال مصطفى مدبولي نائب الرئيس، بقى بيجهزوا 5 مناطق جديدة على ساحل البحر، من بينها رأس بناس بهدف جذب استثمارات. ما هو كل حاجة اسمها استثمار دلوقتي. 5 مناطق جديدة. مرة أنا زمان كنت أنا وصديق ليا الله يمسيه بخير، بقى ما عدناش أصدقاء، كنا في رحلة من الغردقة إلى شلاتين تبع المعونة الأمريكية، يعني ما هو أنت المنطقة دي ما تعرفش تخشها أصلا، يعني من بعد مرسى عالم كده ما تعرفش تعدي خال حماطة بقى، والحتت دي صعب، وعرب صالح صعب، لأنك بتخش تلاقي جيوش مدججة بالأسلحة ويسألوك أنت جاي ليه. إذا ما كانش عندك ورق رسمي إنك ساكن في المنطقة دي أو مدرس فيها يرجعوك. فأنت في المنطقة دي كان في حتة اسمها محمية وادي الجمال، وإحنا معديين الراجل قال لنا إيه محمية وادي الجمال دي تحب تخشوها؟ قلنا له يا ريت، فرحناها. والراجل قال لنا بمنتهى الثقة كده، ده اشتراها جمال مبارك صاحبي. قال لي اه طبعا. قلت له اه طبعا، ايه انت مصدق؟ ايه يا عم فين اللوحة اللي بتقول جمال مبارك اشترى القصة دي؟ فالراجل كان من اهل المنطقة، قال لي ازاي بقول لك كده، انا من المنطقة دي بقول لك المحمية دي اشتراها جمال مبارك، محمية طبيعية يعني اسمها وادي الجمال، هي على الخريطة طلعها دلوقتي هو. ونزلت انا اتمشيت فيها، لان ممنوع تخشها بعربية عشان دي محمية طبيعية. وادي الجمال اهي دي حاجة سبحان من صور وابدع. 5 مناطق في المنطقة دي عايزين تبيعوها. الناس بعد كلام عم مبلولي طلعت تقول على السوشيال ميديا ان اللي بيحصل ده خيانة. انتوا لسه واخدين بالكم؟ وان السيسي كل ما بيتزنق بيبيع، لسه واخد بالك؟ وفي الاخر المواطن ما بيشوفش غير الغلا، زي ما هنشوف في التغريدات دي بقى. تبيعوا راس الحكمة أو حتى راس جميلة وبعدها راس بناس، كل ده ملوش لازمة. هي راس واحدة لو غارت في مصر كلها ترتاح وتحافظ على بقية الرؤوس والمواني والجزر. فين الجيش بتاعنا من بيع مصر علني؟ الجيش اتباع حمادة، حمادة حما حما، الجيش اتباع حمادة. اللي بعده دكتور مصطفى جويش، تاريخ وجغرافيا كان الأول واضح حين قال إن أرى رؤوس قد أينعت وحان أوان قطفها، لكن الآخر كان ماكر فقال ارفع رأسك يا أخي فقد مضى رمز الطغيان. رفع أخاه رأسه فقطعها، وجاء الثالث فقطعها وسوقها وباعها بتمن بخس الأقرب مشتري. مصطفى بيقول انتوا بعتوا تيران وصنافير وحقول الغاز وراس الحكمة وراس جميلة وكمان راس بناس، وبعد كله ما شفناش منكم غير الخراب والصب في المصلحة. المواطن الغربان، روح يا شيخ أشوفك متعلق على بوابة صدى البلد قريب إن شاء الله. كل ما يتزنق هيبيع راس. طب وبعدين؟ والاهم هم عملوا ايه؟ ضيعوا فيها الفلوس دي كلها، والفلوس بتروح فين؟ دي رانيا اللي بتسال. كشكش بيه بيقول احنا خلاص ابتدينا سياسه الارض المحروقه، بيع اي شيء وكل شيء بحيث يبقى، دمرنا الحاضر والمستقبل والاجيال الجديده ما تلاقيش شيء تمتلكه.
مدبولي طلع يقول ان السعوديه هتضخ في مصر فلوس كتيره جدا، ودي مقدمه لحاجات كتيره لسه هتتباع. الخبر اهو، مدبولي نتحدث عن مع السعوديه على مشروعات ما بين 10 ل 15 كذاب. يا خيشه كذاب قوي، انا كنت فاكرك فهلاوي. مدبولي اللي قاعد قدام محمد بن سلمان قاعد ذليل راح يتسول منه زي اللي مشغله بالظبط. بص القعده، شايف القعده؟ شايف؟ ودي قعده الانسه المحترمه او الست المحترمه، لازم تقعدي تضم رجليك كده وتميلي كتفك لقدام، دي قعده الاتيكيت. شوف محمد بن سلمان قاعد قعده الايه؟ الذكر في العشه، وده قاعد قعده الفرخه في العشه. شوف النبي الله يخليك، ماما بتسلم عليك وبتقول لك، والنبي بتحبك، والنبي ماما بتموت فيك وبتدعي لك على فكره. ما بقول لك ايه، ما تخليني امشي بقى، انا حاسس انه بيقول له كده، عايز اروح الحمام. والنبي الله يخليك، النبي ده انا قاعد مبلول مش مدبولي. الناس علقها، اذا كان رئيسك بيعمل كده اتفضل اهو، ادي رئيسه قاعد اهو عادي يعني. الناس علقت على الاعداد دي يا حضرات، والناس عرفت دلوقتي ان هم شحاتين. من اعتاد على التذلل امام الحاكم العسكري لا يصلح كرجل سياسه او رجل دوله. هذه جلسه موظف مستجد، موظف مستجد امام مديره يطلب منه منحه علاوه لان المدام خلفت عيل، وليست جلسه رئيس وزراء يمثل بلد ذات حضاره 7000 سنه. انسان تافه مثله مثل من وظفه، وجلسته كلها ذل واستجداء. يا راجل عفو الله، ده انت عملته راجل برضه. ولا والله لم اصدق عيني عندما رايت هذه الصوره المخزيه لمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري وهو جالس في وضع اقل ما يوصف بانه وضع الذليل امام ولي العهد السعودي، والذي كان فيه مدبولي يعتذر بالنيابه عن الحكومه المصريه عن نقل البيروقراطيه للسعوديه. هل عندك تعليق على هذا المشهد؟ لا ما عنديش. هو مدبولي قاعد كده ليه؟ ايه يا ايما؟ تعرفيش؟ افتونا يا شباب. ما تعرفيش يا ايما؟ هما مش عايزينك تدرس جغرافيا عشان ما تعرفش ان السيسي بيسلم البلد للسعوديه وللامارات وبيبيعها حته حته. حتى المصانع بتاعت البلد بيبيعها عليهم. واللي وصلت لاكثر من 5 مصانع وشركات رصدتهم منصه ما تصدقش في الجراف ده. اهو موبكو، ابو ايه الاسمده، الاسكندريه لدول الحيويات. ايه دي؟ اي في اي فاينانس، وبعدين شركه بي تك. وشوف الفلوس قد ايه؟ يا رخص الفلوس والله العظيم. يا ابو ايه الاسمده ب 382 مليون دولار؟ يا رخص الفلوس والله العظيم. الاسكندريه للحاويات والبضائع ب 157؟ يا رخص الفلوس والله العظيم، رخصنا في كل حاجه. السعوديه اللي بتشتري من السيسي الاراضي والشركات والمصانع طلبت انها تحسن استثماراتها زي ما قلت لك هنا بقوانين، وطبعا الذكر ما يقدرش يرفض، وقال لهم بنفسه ما تقلقوش ما تقلقوش. صحيح مصر، كيف تحصن الحكومه المصريه للاستثمارات السعوديه ضمانات على استقرار سعر العمله وتسليم اراضي المشروعات السياحيه بدون ازمات مع سكانها؟ السعوديه لسه هتشتري من السيسي كتير جدا، وقلت لك قبل كده ان ليهم مندوب مبيعات في مصر اسمه عمرو اديب. فاكر عمرو قال لك مش هيعدل الميله الا البيع. عمرو بيروج طبعا للسعوديه. وانا سبق وقلت لك هنا انهم بيرخصوا ويفطسوا شركه مصر للطيران عشان يبيعوها للسعوديه. فاكر الحلقه دي في 25 ديسمبر؟ عمرو ما سابناش كده قدام الحل. قال لك نبيع. انا بس عاجبني في الفيديو حاجه واحده بس، الاولاني طبعا انا مع الناس اللي هي اتخانقت وبتاع، لكن الاولاني هات الفيديو الاولاني، كمل كمل، سيبك من خناقه وما تعملش صوت، كمل ما تعملش صوت خالص، ما تعملش صوت. هقول لك ليه ما تعملش صوت، كمل عادي، كمل عادي جدا، عادي يا عم كمل، ما تقلقش يعني، العب لحد ما نقف، ما تخاف، بس ما تعملش صوت، والنبي الله يخليك كمل. بس الراجل ده عاجبني جدا، الراجل ده يا جماعه عاجبني جدا. انا اسمع ان في ناس بتطلع بلبس مريح الطيران عشان رحلات طويله، فتلبس تريننج سوت، تلبس حاجات فضفاضه عشان هيقعد بقى والكرسي بيبقى زنقه قوي كده.
انما الراجل وصل لمرحله انه قلع، مش لابس، قلع. هو رايح الحمام مثلا ياخد دوش، الراجل وصل لمرحله هو بقى البوكسر. ايه بقى؟ اول مره اشوف المشهد ده في حياتي. انا شفت في الطيران، يعني الواحد سافر كتير، انا شفت مره ست جت جنبي كده وعلى اربع كراسي اللي في النص راحت نايمه، مدام محترمه راحت جايه كده في الاربع كراسي اللي في النص دول وراحت ضاربه نومه تمام جدا، بس لابسه لبسها يا دوب كده جابت طرحه كده وحاجه وغطت نفسها بس، وقضت الرحله كلها، صحوها كالت وراحت نايمه تاني. شفت حاجات كتير جدا، انما اول مره اشوف المشهد ده. فانيلا بحمالات، فانيلا بحمالات، تخيل هي وصلت لكده. لا 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 لا، ده كتير عليا جدا. احنا بعد كده هنشوف ناس نايمه في الرف بتاع الشنط دي زي القطر بتاع مصر، ناس نايمه بالعرض. ايه الجو ده يا جماعه؟ هنا احنا بقى سيبك من الهزار، بنسال سؤال بريء، هل ازمات مصر للطيران دي مقصوده؟ لان الفيديوهات بتنتشر جدا عن رداءه رحلات مصر للطيران، هل دي مقدمة لطرحها أو طرح جزء منها للبيع زي ما قال عمرو أديب؟ ويا ترى لو تم الطرح ده بكام ومين هيشيل؟ هل دي ضمن ال 15 مليار اللي اتكلم عنه عن مبلولي بتوع السعودية؟ اللي قال لك إن هتضخ 15، ما بين 10 و15 مليار في مصر؟ عرفت ليه في النهاية إنك أنت مفروض ما تدرسش جغرافيا؟ لأنك لو درست جغرافيا هتعرف إن السيسي فرط في تيران وصنافير ببلاش، لدرجة إن الملك سلمان رفض ينزل من الطيارة قبل ما يسلموه الصك، وده كلام إحنا ما قلناهوش، ده قاله سيء الذكر مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين قبل ما يموت. طيب يا حضرات، مفيش جغرافيا يعني مفيش حدود، مفيش وجود، ويعني تنسى حدودك. برضو معلش يعني شيء بشيء يذكر، يعني معلش والله زي يعني أنا آسف والله، مش استعراض، بس هو نفس الكتاب بتاع هيكل مبارك من المنصة للميدان بيقول إنه دخل على الرئيس الفرنسي أظنه كان شارل ديغول، بيقول في الخمسينات تقريبا، بيقول دخلت عليه مكتبه في مقر الحكم الفرنسي، وبعدين الراجل قال له شارل ديغول علمه درس في حياته انه قبل ما تناقش اي مشكلة سياسية بص على الخريطة، شوف الخريطة قبل ما تتصدى لاي مشكلة سياسية وتناقشها. فبيقول اتعلمت من ساعتها هيكل انه قبل ما نتكلم على مشكلة سياسية لازم نفتح الخريطة ونشوفها، وعشان تفتح الخريطة يعني انت فاهم جغرافيا، يعني انت فاهم تاريخ. لو مش فاهم جغرافيا ومش فاهم تاريخ هتبقى لا مؤاخذه، انا اسف، مخطط مخطط. عرفت ليه السيسي مش عايزك تدرس جغرافيا؟ عشان انت درست في الجغرافيا جيلي والاجيال اللي بعدنا، ان مساحه مصر 1,000,000 كيلومتر مربع، المساحه دي ما عادتش حقيقيه خالص، اتخذت منها اجزاء في البحر المتوسط، واتخذت منها اجزاء تيران وصنافير، واتخذت منها راس الحكمه، وجايه بقيه الروس، راس بناس، راس جميله، اي راس بقى جايه. فكلمه انه مساحه مصر 1,000,000 كيلومتر مربع اصبحت مش حقيقه. وفي ناس هتقعد تسال، عشان كده السيسي مش عايزك تدرس جغرافيا ولا تاريخ، عشان تكبر وتترعرع وانت جاهل بحدود وطنك وتاريخك، وعشان جريمته في حق البلد دي تموت معاه ومحدش يفتكرها وما تلحقش اي حاجة بقى، وتنسى وجودك وتتلهي على عينك في سندوتش الفول اللي بقى بعشرة جنيه. هناخد فاصل قصير ونرجع تاني. في قصة الأديب العظيم نجيب محفوظ في شخصية خالدة وتاريخية اسمها السيد أحمد عبد الجواد العطار، اللي عايش حياة مزدوجة، دكر في بيته
وأصبح نموذج لشخصية الأب الطاغية جدا. وطبعا النسويات يقول لك الذكورية والكلام الفارغ ده. الشخصية دي ابتكرها الأديب الكبير نجيب محفوظ في ثلاثيته الشهيرة بين القصرين، قصر الشوق السكرية، ودي تحولت لأعمال بعد كده سينمائية وتلفزيونية كتير جدا. بس احنا ما كناش نعرف ان الشخصية دي اتسمت ايضا بالفساد. السيد احمد عبد الجواد في ثلاثية نجيب محفوظ كان راجل طيب في الاخر، يعني راجل طيب لدرجة ان جليلة العلمة لما الزمن جار عليها وكبرت في السن صعبت عليه جدا وبقى يصرف عليها، وهي كبرت وباظت واتدمرت. لكن السيد احمد عبد الجواد اللي نتكلم عنه فاسد، وهو رمز لعصر الفساد اللي ممكن تتكرر في الواقع بنفس الاسم. حضرات السادة، انسوا السيد احمد عبد الجواد اللي لعب دوره يحيى شاهين. خليني اعرفكم بالسيد احمد عبد الجواد بتاع العصر ده. ده احمد عبد الجواد الجديد، والحقيقة ده واجهة في مؤتمرات شباب السيسي، وهتلاقيه بيمدح في الزعيم. ناخد كده جزء من القصة. سعيد أكتر بوجودنا في دولة حباها الله بقيادة سياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أتاحت لنا هذا المشهد الرائع. وبنشوف الصفحة بتاعت السيسي بتفرد له كلام وتعليقات وصفحات، أهو صحافة السيسي قصدي. تعامل مع الأحداث بالمنطقة أثبت أن اختيارنا في محله. اليوم السابع حوار معاه، عمل معاه حوار ضخم وكبير وحاجة عظيمة جدا. ده أنا هقرأ الكلام ده، ده كلام. طب هو أحمد عبد الجواد ده مين؟ إيه؟ نخش كده نشوف صفحته، تلاقيه الراجل ده نائب رئيس مجلس قناة الحوار أو المحور تقريبا أو حاجة زي كده، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للمحور. المحور اللي هي خدوها من حسن راتب بعد ما لبسوه قضية أثار. نائب رئيس مجلس، أنا اشتغلت في قناة المحور طبعا، واختاروه من أيام أمين عام لحزب مستقبل وطن. اختيار النائب أحمد عبد الجواد أمين عاما لحزب مستقبل وطن، طب إيه العيب في ده كله؟ هو السؤال، هو ليه أمين عام؟ هل الرجل ده ابن النظام؟ الرجل ده كان إيه أصلا؟ بالتتبع اكتشفنا ان الراجل ده كان عقيد شرطة في الامن الوطني. عبال امالتك كده. العقيد احمد عبد الجواد حصان رابح لمستقبل وطن في سباق الشيوخ بالشرقية. تخيل عقيد في الامن الوطني، عقيد اهو قاعد اهو الراجل اهو. العقيد احمد عبد الجواد او كما يتقون عليه حبيب الشباب، مش حب الشباب، حبيب الشباب. في فرق بين حب الشباب وحبيب الشباب. ده حب الشباب بقى في مجالات عديدة بقى الراجل يعني. بس هو السؤال وماله؟ ما ممكن يكون شخصية نظيفة وأمينة تليق بحزب البلطجية مستقبل وطن. مش هو برضو شخصية نظيفة ولا في كلام تاني؟ لا، ده طلع ان في أغسطس 22 كان في كلام تاني. مصادر تطهير مرتقب في قيادات مستقبل وطن على خلفية وقع الفساد. كشفت أربع مصادر من الهيئة العامة، الهيئة العليا وأمانة التنظيم المركزية في حزب مستقبل الوطن، أن جهازا سياديا يعد حاليا حركة تطهير في صفوف القيادات العليا للحزب صاحب الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بالتنسيق مع أجهزة رقابية على خلفية تورط قيادات الحزب في وقائع فساد واستغلال نفوذ. بحسب المصادر التي أشارت إلى أن حركة التطهير ستنفذ قبل عودة البرلمان للانعقاد. وأوضحت المصادر أن أجهزة رقابية في الدولة رصدت تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب المقرب من السلطة في مخالفات مالية جسيمة، كان أبرزها وقائع استغلال نفوذ وتربح عبر مساعدة رجال أعمال في عدد من المحافظات في بناء عمارات وأبراج مخالفة وتسويق أوضاعها. بحسب المصادر فإن أبرز من ستطالهم حركة التطهير أشرف رشاد الأمين العام للحزب والنائب الأول لرئيسه، والذي بات أحد أبرز المتهمين بالاستفادة من منصبه واستغلال نفوذه وتضخمه. النائب الأول اللي هو العقيد أحمد عبد الجواد. مش بس كده، لا ده الراجل كمان متهم بالفساد
ولما طلع ناشط تتكلم عليه اتقبض عليه الموقف المصري. في سبتمبر 23 تم القبض على الباحث السياسي هيثم خليفة صاحب قناة التاريخ السياسي والاقتصادي على اليوتيوب، وقيل وقتها أن السبب الرئيسي في القبض عليه كان تسليط الضوء على الثراء السريع الذي حققه النائب الضابط أحمد عبد الجواد. وفقا لخليفة اللي هو بلديات عبد الجواد من الزقازيق، فالسيد أحمد عبد الجواد كان ضابط في جهاز الأمن الوطني يملك سيارة بسيطة، لكن سرعان ما تحول بعد خروجه من الجهاز إلى رجل أعمال ثري يملك أسطول من السيارات يتنقل بها في محافظات في محافظة واحدة زي الشرقية، فضلا عن مشاريع في عالم الأعمال عشان بس أنا في مصر والإمارات، منها مشاريع مرتبطة بتجارة الذهب. طب هو الأستاذ هيثم خليفة ده إيه اللي خليه يتقبض عليه؟ بس كده لأ، إنما كمان الراجل تم استدعائه على خلفية فضيحة مقتل اللاعب أحمد رفعت مع أحمد دياب بالاسم هما الاثنين، لسماع أقوالهما النيابة تطلب رفع الحصانة عن نائبين في قضية أحمد رفعت. أنهت نيابة استئناف القاهرة، ده الكلام ده 21 أغسطس 24، أنهت نيابة استئناف القاهرة أمس أولى مراحل التحقيق في قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت في أعقاب أكثر من جلسة تحقيق عقدتها، وانتهت إلى تحرير مذكرة للعرض عن النائب العام المستشار محمد شوقي طلبت فيها باستجواب مسؤولين سابقين بنادي فيوتشر هم أحمد دياب وأحمد عبد الجواد. عرفتوا ليه بقى اللي بينفخ في السيسي اليومين دول؟ إيه مصلحته؟ بص، لا يوجد عاقل وطني، عاقل بقول اهو وطني صالح يمدح في السيسي. لا يمدح في السيسي الا المستفيد منه، واللي مستفيد من السيسي شمال او مغيب. انما بمناسبه بقى ان هو استدعى عشان يسمعوا اقواله في قضيه احمد رفعت رحمه الله عليه اللاعب كوره، السؤال بقى مش السيسي طلع فتح صدره وقال لك لازم تفتحوا القضية دي؟ السؤال بقى فين لجنة التحقيق دي؟ موجودة، حققت مع الناس، حققت، طب فين المتورطين؟ وصلنا لفين؟ مين اللي اتحبس؟ مش السيسي وجه كده؟ كان الكلام ده امتى؟ بأمر السيسي مش بأمر الحب. بأمر الحب دي كانت أغنية حلوة قوي في فيلم يوم من عمري، فاكرين الفيلم الحلو ده؟ عبد الحليم والنابلسي وزبيدة في مجد أيامها، بأمر الحب افتح للهوى قلبك، فاكر الأغنية دي؟ لا ده بأمر السيسي بقى. كان بتاريخ كام ده؟ بأمر السيسي 5 أغسطس، إحالة قضية وفاة اللاعب أهو، وهاص بقى إبراهيم عبد الجواد بقى. وصلنا لفين؟ احنا النهاردة حضرات 19 سبتمبر، من 5 أغسطس ل 19 سبتمبر حد اتحبس؟ حد تمت إدانته؟ حد اتحول لقضية المحكمة؟ مش حاجة خالص. وبالمناسبة أحمد عبد الجواد متورط في القضية دي أو طرف فيها. أخبار قضايا الفساد إيه؟ يروح يقبضوا على صحفي اسمه هيثم خليفة عشان قال لهم افتحوا ملف من أين لك هذا؟ من أين هذا الثراء اللي نزل فجأة على دماغ أحمد عبد الجواد؟ بس يتقبض عليه. بس أحمد عبد الجواد عادي جدا، ويجي اسمه في قضية أحمد رفعت وأحمد عبد الجواد عادي جدا. عرفت ليه؟ محدش هيناصر السيسي غيري، إما شمال أو مغفل، وربنا يعفيكم من الاتنين. اللي بعده، نروح بقى للحتة الحلوة المضيئة في مصر. ما هي مصر فيها حتة حلوة، فيها ناس مصريين مش شبهنا، رضعوا بجد ما يعني من عند أمهاتهم، رغم القبضة الأمنية اللي السيسي فرضها على الناس، ورغم الترهيب بالاعتقال والتعذيب في السجون لأي حد يفكر يطالب بحقه. ما زال في مصر حتة حلوة، فئة حلوين، فئة لسه بتقاوم بطش السيسي وفساده. أنا بتكلم عن اللي أنت عارفهم، عن أهالي جزيرة الوراق.
اللي لازالوا بيقاوموا التهجير من بيوتهم لأكتر من قد إيه وقت كتير قوي، اتفرض عليهم حصار، اتمنعوا من إدخال مواد البناء، بيتعرضوا للإهانة من قوات الأمن، ومع ذلك صابرين وصامدين بصمود مرعب. اسمعوا كده المواطنة دي بتتكلم على القصص دي. الناس في جزيرة الوراق وقفوا قدام قوات الأمن يقولوا لهم ليه بيعملوا معانا كده، كأنهم أعداء ليهم، ومن إمتى في أي بلد حكومة بتعامل شعبها بالشكل ده، وإن اللي بيعملوا ده مش هيرجعهم عن موقفهم اللي هو الرافض لترك بيوتهم. الحصار اللي عملته قوات الأمن على جزيرة الوراق وقفل المعدية اللي هي بتوصلهم لشريان الحياة من ناحية شبرا الخيمة ما منعش الأهالي إنهم يدخلوا مواد البناء، وقدروا بالمقاومة يكسروا الحصار المفروض عليهم. مخطط تهجير أهالي جزيرة الوراق شغال على قدم وساق، لأن الإمارات مستعجلة إنها تسلم أراضي الجزيرة وتبني عليها مشروعها الإسمرية، وده اللي قالته جزيرة أو جريدة مصر اليوم. وزير الإسكان يتابع موقف إنشاء مدينة الوراق الجديدة ويوجه بسرعة التنفيذ. لكن اللي بيحصل مع أهالي جزيرة الوراق جاي في الوقت اللي السيسي بيتكلم فيه عن بناء الإنسان. آه والله العزيز بيقول لك كده، وإن الدولة مؤسستها مسؤولة عن بناء الإنسان المصري. أي كلام وارزع، اهبد يا راجل. بتتكلم بجد عن بناء الإنسان المصري اللي بيشارك في تطوير وتنمية بلده؟ طب بأمارة إيه وإنت بتبهدل الناس وعايز تهجرها من بيوتها ويتحبسوا؟ لكن حقيقة رغم اللي بيحصل من السيسي وأصابته من تهجير الناس من بيوتهم أو من أكل حقوقهم اللي أقرها القانون، مازال في ناس بتقاوم وبتقول لأ، وده اللي عملوه عمال وبريات سمنود اللي بقى لهم شهر كامل واقفين يطالبوا بحقوقهم رغم ان الامن الوطني حاول يرهبهم وحاول بكل الطرق يخليهم ينهوا الاضراب، لدرجه ان مجموعه من العاملات اتنقلوا للمستشفى بعد ما حصل لهم اغماء بسبب الضغط عليهم. موقع المنصه اللي قال كده، انهيار 4 عاملات في وبريات سمنود بسبب الضغط عليهن لكسر الحصار. وحتى لما رجعوا اشتغلوا تاني تحت الترهيب الأمني في أقسام داخل الشركة ما زالت مستمرة في الإضراب، زي ما قالت مدى مصر في الخبر ده. عمال نسيج وبريات سمنود يستأنفون العمل بعد تهديدات من الإدارة والأمن الوطني. الأمن الوطني في كل حاجة. عمال وبريات سمنود الحقيقة عملوا إضراب عشان ياخدوا حقوقهم أو حقهم في الحق الأدنى، حد الأدنى للأجور، وعشان كمان الشركة ما تتباعش بملاليم زي ما غيرها اتباع بملاليم وتم تشريد العمال بتوعه، وده اللي قالته الحقوقية ماهينور المصري في التغريدة دي. ماهينور المصري، عاملات وعمال سمنود اللي كل طلبهم حد أدنى للأجور، وإن شركتهم ما يتمش تخريبها وبيعها بملاليم زي كل حاجة بتتباع في البلد، لقوا الصبح بلطجية وأمن كتير قصاد المصنع لترهيبهم، بلطجية من اللي بيجوا وقت الانتخابات دول، عاملات غلابة بيشتغلوا بقالهم سنين، وعمال انحنى ظهرهم يحقلهم يحصل لهم كده ليه؟ بس قبل ما اطلع فاصل عشان اوديك ترند، عايز اقول لك ان انا شفت حاجة من الحاجات اللي تحرق دمك بشكل لطيف. يعني دار الافتاء المصرية تطلع فتوى النهاردة، انا هوريك الفتوى وعلق انت يا حسين. امين الفتوى بدار الافتاء: لا توبة لسارق الكهرباء الا برد الاموال حتى لو متوفى، وتوصيل الأجهزة الكهربية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي حرام شرعا وخيانة للأمانة. خليها لا توبة لسرقة التيار الكهربائي. لا خليها أنت، ما مش أنا، مش عايز أنا. لا توبة لسرقة، لا توبة. تصلي تصوم تحج، انت خرجت من الملة. لا توبة لسارق التيار الكهربائي. تخيل، ده بداية البشاير بتاع المفتي الجديد.
ما هو في مفتي جديد اتعين، انت ما خدتش بالك؟ على رأي الأستاذ نجيب محفوظ كان عنده كلمة كده لازمة في لسانه، يقولك مش واخد بالك ازاي، مش واخد بالك ازاي. فأنا عايز أقولك مش واخد بالك ازاي، في مفتي جديد جه. جه امتى يا بيبو المفتي الجديد؟ ده جه من كام يوم على طول رزع دي. هو ده بقى الإفتاء، هي دي رجالة الإفتاء اللي شغالة في البلد. البلد مش نايمة. مفتي جه جديد يعمل ايه؟ لا توبة كده اهو اهو، بقاله شهر وكام يوم، اسمه راغب عياد. راغب عياد ده كان فنان تشكيل الله يرحمه، وعنده متحف اسمه ايه؟ نظير عياد. شوف نظير عياد اول ما دخل قال لك لا توبة للسادة. ليه يا عمي؟ بالراحة على الناس شوي. قال لك لأنه دي خيانة للأمانة. طب بمناسبة السيسي اللي أقسم بالله العظيم 40,000 مرة على 40,000 حاجة وحنس باليمين، أخباره إيه؟ السيسي اللي قال والله العظيم لو أنتوا مش عايزيني ما هقعد، هو الناس مش عايزاه، أخبار الحلفان ده إيه؟ في توبة ده؟ في توبة؟ مش السيسي حلف بالعظيم ثلاث مرات والله 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 لو انتوا مش عايزيني ولا دقيقه اقعد تاني؟ طب الناس مش عايزاه، طب بلاش دي يا عم. بمناسبه انه اقسم على الدستور 40,000 مره انه يحافظ على الدستور ده وخرم الدستور، اخبار القسم ده ايه؟ واللي بيحصل في اهالي جزيره الوراق ده ايه؟ واللي بيحصل في المصريين السندوتش بقى ب 10 جنيه ده ايه؟ هي بس وقفت في زورك يا نظير يا عياد؟ سرقة التيار الكهربائي؟ على أي حال أنا مش عايز أروح ترند، لأن ترند ده عن، قبل ما نتكلم يعني، ترند عن إعلام السيسي اللي أفرد الحقيقة مساحات لصلاح التجاني للدفاع عن نفسه. أفردوا له الراجل يعني مساحات، مش عايز أروح له قبل ما أديكوا شوية مخدرات في العضل. مش أنا، أعوذ بالله من المهنة دي، ده مصطفى مدبولي طالع يديكوا شوية مخدرات بقى كده عشان نصبر بقى كده ونكمل مع بعض. خش يا بيه، خش جامد. لا انقطاع في الكهرباء مرة أخرى، احلف. طب مش مشكلة في الانقطاع، أخبار الفواتير إيه؟ 90% من الأدوية الناقصة في السوق توفرت بالأسواق، احلف. وأخبار أسعارها إيه؟ عودة الشركات القابضة للأدوية للعمل بأقصى قوتها. إنتاج حقل زهر سيعود لمعدلات ما قبل الأزمة الاقتصادية، احلف. استثمارات كويتية كبرى في مصر، يا خرابي، يعني بيع جديد. 5 مليار من السعودية للاستثمار في مصر لا علاقة لها بالودائع، ما احنا عارفين. احنا بنسأل هتروح فين؟ هياخدوا بيها ايه؟ طرح 5 مناطق على غرار رأس الحكمة على البحر الأحمر، وده دي بشرى كويسة يعني؟ انخفاض اسعار الطماطم انخفاض اسعار الطماطم مع دخول شهر اكتوبر. خبر ده ولا مش خبر؟ انفراد اهو. الحكومه ستواصل، طب وانبوبه البوتاجاز اخبارها ايه؟ هنجيب الطماطم هنعمل ايه بقى؟ الحكومه ستواصل تحمل الجزء الاكبر من دعم اسطوانه الغاز. هترخص يعني؟ هتنزل عن 150 في السوق ولا هي شركات عالمية كبرى تصنع الأجهزة الكهربية في مصر قريبا. قولوا المصحف، أنا جبت لك شوية مخدرات أهو من عند عم مصطفى مدبولي عشان يخليك تبلع السندوتش ب 10 جنيه. فأنا هطلع فاصل بقى ونروح إزاي الإعلام المصري أفرض مساحات عشان الشيخ صلاح يدافع عن نفسه. وفي نهاية الترند عندنا لقاء مع الشيخ عصام الليمة حوالين فكرة الصوفية بقى، هل هي دجل ولا دي حاجة كويسة؟ في ترند، بس بعد الفاصل. طول بالك معايا الليلة دي في ترند، لأنه هيطول شوية ولأنه في لقاء فيه. شو قدمنا لكم هنا أو شفنا هنا امبارح في البرنامج حكاية الشيخ الصوفي صلاح أبو طالب، أو اللي بيسمي نفسه صلاح التجاني،
واللي كل مصر بتتكلم عنها دلوقتي، واللي فضحته بقت جلاجل على كل منصات التواصل الاجتماعي. لكن الغريبة بقى أن صحف ومواقع المخابرات طلعت تفرد له مساحات واسعة عشان يدافع عن نفسه وينشر فكره بين الناس، وده اللي عملته مثلا القاهرة 24، ودي تبع المخابرات، جاي تتكلم عن طريقة الصوفية اللي بيتبعها فنانين ومشاهير كتير أبرزهم فيفو عبده وغيرهم. موضوع المريدين من الفنانين والمشاهير والكتاب اللي بيحضروا لصلاح التجاني وبيعتبروه شيخهم، في منهم ناس عايشة كمان زي عمر طاهر وعبد الرحيم كمال ونصر عبد الرحمن وغيرهم، ده خلى كتير من المثقفين يستغربوا ازاي واحد يسيطر بالجهل ده على ناس من النخبة. وده اللي كتبه الروائي أحمد فرحات، قال ازاي اتنين كتاب، هو بيتكلم على عبد الرحيم كمال وعلى عمر طاهر، ازاي اتنين كتاب يعني يفترض فيهم الحد الادنى من العقل يبقوا تابعين لواحد دجال ونصاب بالشكل الهزلي ده. المشكله ان في ناس كتير سيئهم واحد مختل بالشكل ده. هل التاخر العقلي منتشر بالشكل الوبائي ده فعلا؟ يا لهوي على الجهل، انا مش مصدق بجد. طب ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ونشر الصوره بتاعت عمر طاهر وغيره اللي هو الكتاب اللي هو بيتكلم عنهم. ده بقى اتحاد الكتاب التجاني مش اتحاد كتاب مصر. ده اللي علقت امل بسخريه عليه على عمر طاهر وعبد الرحيم كمال ونصر عبد الرحمن، وكتبت وقالت انه اهو ده الناس، نصر عبد الرحمن اللي تحت ده وعبد الرحيم كمال ابو ازرق وعمر طاهر ابو كاب، ده عمر طاهر عبد الرحيم كمان نصر عبد الرحمن، ده اتحاد الكتاب التجاني. لكن في شيوخ ردوا على صلاح ده ابو طالب وكشفوا كلامه او فكره، منهم الشيخ عبد الله رشدي اللي كتب البوست ده اللي قال فيه: المدعو صلاح الدين التجاني رجل قد اتى بضلالات ما سبق اليها مسلم، فقال ما يلي: واحد، ربنا اسمه محمد ومحمود، وهذا من الكذب على الله، فالله لم يخبرنا أن محمد أو محمود من أسمائه. اثنين، نبينا محمد هو نور الله الذاتي، وهذه عقيدة ضالة مارقة تسمى عقيدة الانبثاق، بمعنى أن سيدنا محمد انبثق من الذات الإلهية. ثلاثة، سيدنا محمود لا يموت، هو حي لا يموت، وهذا تكذيب للقرآن الذي أخبرنا بموت رسول الله. أربعة، سيدنا محمد ليس له جسد، هو روح فقط. اللي بعده، وهذا أضل ما قاله مخلوق في حق سيدنا محمد. خمسة، سيدنا محمد ليس مخلوقا، وهذا تكذيب للقرآن الذي أخبرنا أن رسول الله يأكل ويشرب ويتزوج وأنه بشر مثلنا. ستة، المشايخ لهم شيء من أخلاق الله، فلا يجوز لك أن تحب أحد مع شيخك، لا تشرك بحب شيخك أحد، وهذا كلام قبيح، فنحن نحب كل أولياء الله في نفس الوقت، ولم يعلمنا رسول الله أن يحب أحدنا شخصا واحد يجعله شيخ له ثم لا يحب معه أحد آخر. سبعة، إذا نظرت لشيخك وأنت جوعان أو عطشان ولم تشبع فأنت غير صادق في حبك شيخك، وهذا لعمر الله بهتان، فقد كان الصحابة ينظرون لرسول الله ويعيشون معه ومع ذلك يصيبهم الجوع والعطش، بل يصيبهم الصرع من شدة الجوع، فهل كان حب الصحابة لرسول الله غير صادق؟ هذا الرجل قد جمع من البلاء ما لم يجمعه أحد، فاستعيذوا بالله من فتنتي، واحذروا أن يفتن أولادكم. بس الشيخ عبد الله رشدي ممكن يزعل السيسي كده، لأنه مواقع النظام نفسه زي موقع البوابة مثلا بيقولوا عليه أنه صوفي ينتمي للطريقة الجعفرية، وإني أبوه كان شيخ طريقة صوفية. ده كلامهم مش كلامي، أبو عبد الفتاح السيسي أهو كان شيخا، الصوفي عبد الفتاح السيسي عن إسلامه وطريقته وعلاقته الخاصة مع الله، والده كان شيخ للمزرقة الأحمدية عن الجمالية وله رقم عضوية متقدم في الطريقة، كتاب عن الرؤساء وأرباب الحقيقة يكشف انتماء السيسي للجعفرية، تربى على يد الشيخ إسماعيل صادق العدوي ويسمع النقشبندي ونصر الدين طبار. وعلشان الصوفي السيسي صوفي وبيحب الصوفية،
فالناس لبسوه لبس صلاح التجاني في صورة ظريفة انتشرت النهاردة وبقى مولانا السيسي التجاني أهو، ما فرقش كتير والله. وعشان النزعة الصوفية للسيسي وحسب كلام موقع البوابة إنه كمان بينتمي للطريقة الجعفرية، فيبدو إن الدولة كلها حصل لها توجه أو نظام السيسي بشكل أدق، اللي هي الدولة عايزة النزعة الصوفية هي اللي تبقى مسيطرة على البلد وتدي مساحات واسعة جدا للطرق الصوفية في تنظيم الاحتفالات والموالد وغيرها بدون أي قيود. والدليل على كده فيديو هوريه لك دلوقتي، شوف معايا الفيديو ده للشيخ علي جمعة مفتي الديار الأسبق السابق، وقاعد جنبه وزير الأوقاف الحالي أبو عمة خمس أدوار. عارف قاعدين بيعملوا إيه؟ تقدر تقول كده قاعدة مزاج، قاعدة جوه مسجد أي والله، ووراهم فرقة موسيقية بتغني على الآلات في القعدة دي. الفيديو ده أثار حالة من الجدل على السوشيال ميديا، ونشطاء كتير استنكروا البدع الصوفية اللي بتحصل في المساجد، وكمان بيتبناها واحد زي الشيخ علي جمعة، ده حسام اللي كتب طبل وأغاني واختلاط وغلو، هكذا يريد أهل البدع من الصوفية وغيرهم عبارة الله بهذه البدع المنكرة القبيحة. في المقطع داعية الضلال وعالم السوء علي جمعة يتوسط الرجال والنساء للاحتفال ببدعة المولد النبوي، وربما يمارس هذا الفجور في بيت من بيوت الله. لكن شيء طبيعي أن أصحاب كلمة الحق يبقوا مغيبين في السجون، بينما أهل الضلال منعمين زي ما بيقول أبو أنس متحسر، يعني بيتحسر بيقول لك حسرة. شيء طبيعي أن أهل البدع والضلال منعمين وأصحاب كلمة الحق والجهاد مغيبون في غياهب السجون، لكن نحذر فقط من ضلال هؤلاء حتى لا يغتر الناس بضلالهم. يدعون غير الله تعالى ويطلبون المدد من مخلوق ستهم نور ربنا، والاختلاط في المسجد وغناء وموسيقى. حسرة عشان شيوخ منحرفين منسوبين للصوفية هم اللي بقوا متصدرين المشهد واللي بيحللوا كل حاجة، زي ما كتب يوسف: مشايخ الصوفية منهم من حلل قروض البنوك وقال إنه مش ربا، أسامة الأزهري، ومنهم من قال إن الله ممكن يجي يوم القيامة يدخل أبو لهب الجنة، علي جمعة، ومنهم من قال إنه لا مانع من الشاب والفتاة أن يتحدثوا مع بعضهم البعض ليتعرفوا قبل الزواج، أسامة حسني، وكلهم متفقين على أن زيارة الأضرحة ودعوة من فيها والتبرك بها حلال، وما زال هناك بعض الشر البشر مقتنعين أن هؤلاء يؤخذ منهم العلم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انصر الإسلام من شيوخ الضلال. عارف ليه شيوخ الصوفية هم اللي في الواجهة؟ علشان السيسي عايز كده وبيحب الطرق دي جدا، لأن الطرق دي هي من أكبر الداعمين له في البلد وبيعملوا مسيرات تأييد ليه، زي ما حصل في الانتخابات المهزلة الرئاسية اللي فاتت في نهاية من كام شهر كده، مسيرة صوفية ماشية بدون أي حاجة بتأيد السيسي. ده عبد الهادي القصبي نفسه اللي هو رئيس الصوفية كلها اللي ماسك الليلة كلها طلع وأعلن تأييده للسيسي. شيخ مشايخ الطرق الصوفية يعلن تأييده ده على فكرة القصبي ده له ضلع، بصوا علي جمعة هو قاعد اهو، وادي الراجل هناك هو بتاع حلاوة المولد، اسمه ايه الراجل اللي قاعد هناك ده؟ احمد عمر هاشم بتاع علبة الحلاوة. شيخ مشايخ الطرق الصوفية بقى من مع زعيم، هو زعيم الاغلبية في مجلس النواب. انت مستغرب ليه؟ ده اللي بيقوله الراجل محمد في البوست ده، لما زعيم الاغلبية في مجلس النواب يبقى الشيخ مشايخ الطرق الصوفية، فلازم تكون هي دي النتيجة. لما علي جمعة يتعمل له طريقة للسيطرة على عقول بعض الناس تبقى دي نتيجة. وعشان الصوفية محمية من السيسي والنظام في الدولة، فكان استحالة استحالة تشوف مسيرة معدية من قدام قسم شرطة وتتساب كده، إلا إذا كان بقى دي مرضي عنها زي المسيرة الحاشدة للصوفية اللي معدية من قدام قسم شرطة. كمية الشوم غريبة، بص كمية الشوم قد إيه، ده سلاح ده عند الصعايدة.
ده ولا موسم حصاد القمح، ده كأنك نزلت غيط، نزلت دي اسكندراني قوي، نزلت غيط قصب، شوف كمية الشوم والشرطة واقفة عادي. حد قال لهم فين التصريح؟ حد قال لهم انتوا ازاي ماشيين كده بكمية السلاح دي؟ يا راجل ده انت بتقول ايه، ده السيسي ده مؤيد من الله عشان يحمي الارض. تخيل ان ده اللي قاله واحد شيخ صوفي، السيسي مؤيد من الله ليحمي الانفس والارض من الفيروسات. تخيل، يعني السيسي بقى مضاد حيوي. انما هي السؤال بس، هو الصوفيه دي هي دي الصوفيه كلها؟ مش حقيقي، في مشكله في الصوفيه. الصوفيه الحقيقيه مش دروشه ولا ورد ولا ضريح ولا رأس ولا طبل. ده اللي كتبه حساب باسم الصوفيه اتبرأ من اللي بيحصل ده. قال يا حضرات الصوفيه مش سبح طويله وعمامه وشال ولا دروشه ورأس في موالد ولا طبل وغنى ورأس في المساجد. التصوف انك تترك الدنيا وراء ظهرك وتزهد فيها وهي في ايديك. التصوف والاستغراق في الذكر والفكر والبكاء على الذنوب وحب سيدنا النبي والعمل بسنته. اللي بيحصل ده شيء مغزي ومحزن جدا. عارفين ايه السبب علشان الدولة تحمي الصوفية؟ لانها بتضرب بيهم التيارات الإسلامية التانية زي الإخوان والسلفيين. ده اللي كتبه الباحث بلال البخاري، بيقول الموضوع مش متعلق بالدجل والنصب أكتر ما متعلق بالسبب الحقيقي لوجود عشرات من الكتاب والفنانين المشهورين ضمن مريد الطرق الصوفية بمصر خلال آخر 20 سنة. مفارخ التصوف المصري الحالية وخصوصا الريفي منها هي سكر خفيف قليل التكليف، هتخليك تحب الإله بشكل رومانسي رقيق بدون أي تطرق لمعاني الخوف والرجاء، عن طريق ريلاكسيشن محترف للنفس اللوامة وبدون مخاطر شخصية وبدون أفكار حركية وبعيد عن الإسلام السياسي بتاع الإخوان اللي بعده وتشدد السلفية المعاصرة، وفي نفس الوقت أهم حليف ديني حال النظام السياسي. عشان كده هي البيئة الروحانية الآمنة الوحيدة للفئة دي من الناس، ومعظمهم بيعتقدوا أن ما نسميه نصب ودجل هو أصل من أصول الدين، وده بسبب التخاريف اللي معششة في المنابع نفسها. أنا مش هتكلم في القصة دي خالص لأن أنا ليا باع طويل مع الحركات الصوفية في مصر، ولأن أنا برضو قريت كتاب بتاع رسالة دكتوراه الدكتور عمار علي حسن عن الطرق الصوفية في مصر، وكانت رسالة الدكتوراه بتاعته كانت منشورة فترة من 15 سنة تقريبا، وعرفت بعد كده أن الصوفية في مصر مختلفة عن الصوفية في العالم الإسلامي كله. الصوفية في مصر مهمتها الطبل للحاكم بس، لكن لما أقول الصوفية في مصر بشكل عام كده ده مش علم. أنا شفت فيديو من قريب قوي للدكتور محمد المصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الله يرحمه. في الفيديو ده انتبه له كويس قوي، بيشرح فيه الدكتور المصير الفرق بين الصوفية العلمية والصوفية العملية والضلالات بقى في الصوفية. أنا مش أنا اللي بتكلم، ده الدكتور محمد المصير الله يرحمه اللي كان أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. خلينا نسمع من الراجل ده وركز كويس قوي معاه عشان بعده هنستضيف الشيخ عصام تليمة. ده كلام الدكتور محمد المصير أستاذ اللي كان أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، ده مش كلامي أنا خالص بقى عشان بس محدش إيه ردوا على الراجل ده. أنا معايا دلوقتي الدكتور أو الشيخ عصام تليمة أحد علماء الأزهر الشريف. الشيخ عصام أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكرام. شيخ عصام، ما هو تعليقك على الفيديوهات المنتشرة هذه الأيام للاحتفال تقريبا جوه المساجد بالأغاني والموسيقى في حضور الشيخ علي جمعة والشيخ أسامة الأزهري؟ ما هو تعليقك على الفيديوهات دي يا شيخ عصام؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى آل ومن ولاه وبعد. لا شك أولا قضية الغناء والموسيقى خارج المساجد هي قضية مختلفة فيه، اللي هي كترفيه يعني مختلف فيها بين من يجيز ومن يحرم، ونحن مع المجيزين بضوابط لا شك الأمر على شيء،
محرم الا يشتمل على كلام يناقض ثابتا من ثوابت العقيده. وده حدث لما دخلت فتاتان على السيده عائشه رضي الله عنها في العيد يغنيان، وده عيد في البيت مش في جامع ولا في مكان عباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلب فتبتدهما الى ان قالا وفينا رسول الله يحب قلبا. قال لا كفايه، لا يعلم الغيب الا الله. اذا انشاد اللي هو بالترفيه في البيوت بغيره مختلف فيه ما ينجز من يمنع، شرط من اجاز انه لا يشتمل على محرم. طيب داخل المسجد، المسجد هنا مكان الترفيه ولا مكان العباده؟ مكان العباده. انت بتحتفل بنيه التعبد ولا بنيه الترفيه؟ التعبد والاحتفال بالقول كده تعمل تذكر الله، اما الترفيه اللي انت بتعمله ده مش مكان المسجد. ما بقولكش انا بتكلم على اني حتى هذا الترفيه كترفيه له ضوابط. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم لعب الاحابيش في المسجد ما كانش المسجد بيتقال مهند الصحافي بيتحي يلعبوا فيها، وكان ليس وقت من اجال التعبد. هو الصوت عندك يا شيخ عصام عنده مشكله، ما اعرفش ايه مشكله الصوت عندك. انا يعني الافكار وصلاني لكن بالتفاصيل الصوت فيه مشكله عندك، ما اعرفش عندنا احنا ولا عندك انت. واضح ولا ممكن يكون عندك؟ طب معلش يا شيخ عصام خليني ارجعك تاني لما قالوا او الفيديو اللي ذيعناه من شويه للشيخ المصير. نعم. هل سمعته بدقه؟ نعم. ما هو تعليقك على كلام الشيخ المصير؟ كلامه دقيق الى حد بعيد طبعا، والرجل يتكلم عن اللي هو قاله التصوف العلمي والتصوف العملي اللي هو اهل العلم صنفوه تصنيف اخر، هو حب يبسطها للناس، اللي بيسموه التصوف الفلسفي والتصوف السني. التصوف الفلسفي اللي هو الافكار اللي قال عنها اللي هو وحده الوجود و مسألة الحقيقة والشريعة والتفريق بينهم وعلم الظاهر والباطن، وهو شغل اللي هو الخرافات. أما التصوف السني أي التصوف الملتزم بالكتاب والسنة اللي هو الزهد والرقائق وتزكية النفس في إطار قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الاتباع. التصوف الفلسفي موضع كل مشاكل التصوف اللي هو قال عنه التصوف العلمي. التصوف العملي اللي هو لا يخلو من الانسان كم اصلا طبيعته في هذا الجانب، ونفس وما سواها قد افلح من تزكى، اللي هو تزكيه النفس ترقيق النفوس. والتصوف بالمناسبه بالمعنى التعبدي موجود في كل الاديان، ويعني ده عنوان كتاب مترجم عن التصوف المسيحي، وهتلاقي في التصوف اليهودي اللي هو اليهوديه الحقيقيه والتصوف المسيحي مش الرهبنه، لأن ربنا قال عن الرهبانية ورهبانيات أن ابتدعوها ابتداع. أما اللي هو التعبد اللي هو نظرت امرأة عمران ابنتها ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا، ونظرت سيدة مريم للعبادة، وده تصوف. إنما تصوف ملتزم بإيه؟ بالكتاب والسنة، ما فيش فيها حكاية الشطحات والخيالات وما نسمعه من كثير من مشايخ التصوف اللي هو التصوف الخرافي، مش التصوف اللي هو بتاع العلماء. اللي كنا نسمع الحسن البصري كبير انه الصوفيه والزهاد، ومع ذلك كلامه كلام منضبط دقيق، حتى ان كثيرا من اقواله يظنها البعض انها احاديث، فقالوا عنه ان الذي كان يشبه كلامه كلام النبوه. وليه عبارات كثير الناس يظنها احاديث وليست احاديث. الحسن البصري نفسه كان شديدا على حكام بني أمية، ولما سئل في ذلك حكام بني أمية لماذا هذا العالم شديد علينا، قالوا احتاج الناس إلى دينه واستغنى هو عن دنياكم. انتم محتاجين دينه وعلمه وهو مستغنى عن دنياكم وحكمكم، فطبيعي هو ده الصوفي. انما الصوفي اللي بيتمسح باعتاب الحاكم ويبرر له ويضرب في المليان وانك نور عينينا وانك لا، ده كلام دجل. ولذلك لما بتلاقي صوفي لا يكون مؤيد للسلطه ما بيعجبش السلطه،
وشفناه ده في الشيخ الازهر وغيره، الشيخ عبد المحمود، الشيخ احمد الطيب. لذلك الصوفيه ليست كلها على وزان واحد. الصوفيه حتى في قصص محمد كانت على يسار السلطه لحد سنه 600 هجريه، ثم بدات تدخل في الاطار المؤسسي وان هي تقترب من السلطه وبعض السلطات تسترد اليها في الحكم. وهنا حصل بقى التزاوج بين السلطه والصوفيه، فبدات تطلع الصوفيه صوفيه السلطه. فكلام الدكتور المسير بيتكلم على هذين النوعين. النوع العملي المخلص الذي لا يخلو منه انسان. انت بتذكر ربنا وتسبحه وتتقرب الى الله حتى ولم يتسمى ما فعلت تصور. وسبب نشأة التصوف اصلا لما نرجع له سببه لما انتشر الفتوحات في الاسلام ودخلت الحضاره الاسلاميه، الطرف ازداد في المجتمع. فبدا يبقى فيه ان مناداه بالعوده الى الزهد، يا جماعه احنا مسلمين الدنيا ما تاخدناش بهذا الحجم. يبقى فيه توازن بين الدنيا وبين اعمال الاخره. فنشا التصوف في هذه البيئه، جاء علاجا للطرف وجاء علاجا للماديه الطاغيه. فاللي يقرا سياقه يشعر يجد ذلك. جاءت السلطات في تاريخنا الاسلامي وحرفت الصوفيه عن مسارها وتحولت الى تحالف مع السلطه تبرر اقوالها، واصبح يظهر التصوف الخرافي اللي بتشوفه. طيب معلش، في كتاب مهم للدكتور عمري علي حسن وانا كنت قرات منه اجزاء مش كله يعني. نعم. في الكتاب ده الدكتور عمار الحسن بيتكلم على اثنين من اقطاب الصوفيه، ابن عطاء الله السكندري وايضا ابن رشد او الغزالي، انا اسف الامام الغزالي. نعم. وهو اورد في الكتاب ده حوار ما بين ابن تيميه وابن عطاء الله السكندري، وبيقول ابن تيميه قال لابن عطاء الله السكندري: ولكن أين تذهبون من الله وفيكم من يزعم أنه بشر الفقراء بأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء، فسقط الفقراء منجذبين ومزقوا ملابسهم، وعندئذ نزل سيدنا جبريل وقال للنبي إن الله تعالى يطلب حظه من هذه المزق، فحمل جبريل واحدة منها وعلقها على عرشه تعالى. ولهذا يلبس الصوفية المرقعات ويسمون أنفسهم الفقراء. فرد ابن عطاء الله السكندري قال له: ما كل الصوفية يلبسون الخرق، وهذا أنا أمامك، فما تنكر من هيئتي؟ فقال ابن تيمية: أنت من رجال الشريعة وصاحب حلقة في الأزهر. فرد ابن عطاء الله وقال: والغزالي كان إماما في الشريعة والتصوف على السواء، وإلى آخره. إذن هناك فرسان للعشق الإلهي أوردهم الدكتور عمار علي حسن في كتابه، ومنهم السيدة ربعة العدوية. ماذا تقول في هؤلاء الصوفية يا شيخ عصام؟ ما ده اللي بنتكلم عنه يا أستاذ محمد. بالمناسبة ابن تيمية نفسه له فتاوى 37 مجلد اسمها مجموع الفتاوى، فيهم مجلدين عن التصوف. واحد اسمه كده التصوف والتاني اسمه السلوك. ابن تيمية من أعظم الناس تصوفا بالمعنى العملي، بالمعنى السني. ولذلك ابن القيم تلميذه من أعظم من كتب في هذا الباب وشرح مدارج السالكين، في كتاب اسمه مدارج السالكين. في إمام صوفي اسمه إسماعيل الهروي عمل رسالة صغيرة اسمها منازل السائرين في إياك نعبد وإياك نستعين، بيفسر إيه الآية. فابن القيم قال في المقدمة: شيخ الإسلام حبيب إلينا، على الهروي، ولكن حبنا للحق أشد. فعقب عليه وأيده، شرح اللي قاله، فرح عامل ثلاث مجلدات اسمها مدارج السالكين وكتب أخرى. فلا يخلو عالم اسم محمد، وده الشيخ الغزالي، محمد الغزالي مش أبو حامد اللي هو أبو العقل والعلم، له الجانب العاطفي من الاسلام، وبيشرح حكم ابن عطاء الله، وبيقول كان دايما يقول لنا الجمله دي: يا اولاد، فقيه من غير تزكيه نفسه وتصوف معتدل يبقى حته طوبه، يعني جامد غليظ، وصوفي او عابد بدون علم يكون مش مجرد مخرف يضر الدين. وكان يقول النموذج ده اسمه محمد، يقول: ما الذي يجعل رئيس وزراء بريطانيا يفرح حينما يجد أن
عدد زوار السيد البدوي 1,000,000 زائر، بينما لا نجد هذا في بيت الله الحرام ولا في الدفاع عن فلسطين. عايز اقول لك ان يا جماعه العالم الغربي ما اسعده بهذا التوجه في امتنا. وفعلا تلاحظ كل سنه يا استاذ محمد السفير الامريكي في الموالد، طب بينزل الموالد يعمل ايه؟ اللي في مصر معروفه الاحداث دي. ليه؟ ليه الغرب النهارده، انا مش عايز بس انقل من دي لدي بس يعني بس عشان نجيب كلمه الشيخ الغزالي، فالعلماء من زمان منتبهين لدي، معظم الحركات اللي عطلت مقاومه الظلمه 90% منهم كانوا من التصوف، ومعظم الحركات اللي ناضلت الاستعمار وحوربت كان للتصوف اللي جاهد الاعداء، زي السنوسيه عمر المختار كان صوفي، صوفي السنوسيه في ليبيا صوفي، وفي تركيا تركيا دي مثلا ما هو ده التحالف الصوفيه مع السلطه، اتحالف السلطه اتحالفت مع الصوفيه مع السلطه في دولتين، الدوله الصفويه والدوله العثمانيه في تاريخ التصوف خلاص، سواء ايجابي او سلبي. طيب كتاريخ. طيب يعني انت ترى ان الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه شايف انه احتفاء السفير الامريكي بمليون زائر لمولد السيد البدوي هم عايزين الاسلام ده، هذا راي الشيخ محمد الغزالي. طب ما قولك في محي الدين ابن عربي؟ هنا بيقول الدكتور عمالي علي الحسن، اورد الدكتور عمالي علي الحسن في كتابه فرسان العشق الالهي، ان ابن عطاء الله السكندري قال ان ابن عربي من اكبر فقهاء الظاهر بعد ابن حزم الفقيه الاندلسي المقرب اليكم يا معشر الحنابله، كان ابن عربي ظاهريا ولكنه يسلك الى الحقيقه طريق الباطن، اي تطهير الباطن، وليس كل اهل الباطن سواء. ولكي لا تضل او تنسى اعد قراءه ابن عربي بفهم جديد لرموزه وايحاءاته، تجد مثل القشيري قد اتخذ طريقه الى التصوف في ظل ظليل من الكتاب والسنه، انه مثل حجه الاسلام الشيخ الغزالي يحمل على الخلافات او يحمل على الخلافات المذهبيه في العقائد والعبادات ويعتبرها انشغالات بما لا جدوى منه، ويدعو الى ان محبه الله هي طريق العابد في الايمان، فماذا تنكر هذا يا فقيه؟ انت بتقول الجمله ولا بتسالني؟ ما هو بيسال وانا بوجه لك انت السؤال. هو ابن عطاء الله بيسال ابن تيميه، ده كلام اورده الدكتور عمار علي حسن. نعم اولا طبعا عارف كتاب الدكتور عمار اللي هو قال اكثر من كتاب عن التصوف، منهم كتاب عن التنشئه السياسيه للصوفيه، وفي كتب عن لغيره عن الخطاب السياسي عند الصوفيه. فيعني خلينا في محي الدين ابن عربي، ما قولك؟ محي الدين ابن عربي شخصيه موضع خلاف بين العلماء، منهم من نظر الى كلامه اللي عن علم الباطن وغيره فراى ان فيها بعض الشطحات، ومنهم من كفره، وطبعا لسنا مع هذا الراي. ومنهم من نظر الى كلامه خاصه الفتوحات المكيه ان لا، يعني حتى الشيخ الغزالي تحامل عليه وقال دي المفروض تسمى الفتوحات الروميه، دي مش مكيه، مش مكه خالص يعني. لكن والحقيقه بالعكس، ابن عربي هو كان مذهبه ظاهري فعلا، وله اراء فقهيه مهمه جدا، ده لانه صاحب يعني اتبع مذهبا فقهيا. لكن طبعا بعض الاراء اللي في التصوف عامله زي الرموز اللي في الروايه والادب، زي روايه اولاد حارتنا مثلا نجيب محفوظ. هي ليه مثيره للجدل؟ لان فيها رموز. الرموز دايما والرمزيه دايما بتكون مثار جدل بين من يحملها على معنى شطحات فيصل بها الى انه في تشبيه للخلق بالخالق او لغيره فيكفر، وفي اللي بيحملها بالمعنى الرمزي بيفهم معناها بالمقصود بها، زي ما بنشوف في بعض اشعار الصوفيه عن الخمر ويوصف بها الذكر. طيب ما هو في النهايه انا مع احترامي للابداع، طب انا لو عايز اتكلم عن الذكر ايه اللي يخليني اشبه بحاجه تصل بهذا المعنى؟ ده وجهه نظر الناس اللي هم اهل الفقه. ما الدنيا سهله وسلسه، ايه اللي موديني للمساحة اللي تربك وتفتح باب للزندقة؟ ده وجهة نظرهم خلاص. إنما كأمانة لا، ما نقدرش نكفر حد بهذا الشكل حتى لو اتخطى آراءه. والرمزية في كتاب من 3 أجزاء رسالة الدكتور عن الرمزية عند ابن عربي. بصرف النظر عن الرمزية، يعني خليني بس في جملة أوردها الدكتور عمال علي حسن في كتاب فرسان العشق لله،
بيقول ان من اقوال بعربي، وده كلام انا بعتقد انه كلام كويس، بيقول ايه؟ بيقول إيه؟ من يبني ايمانه بالبراهين والاستدلالات فقط لا يمكن الوثوق بايمانه، فهو يتاثر بالاعتراضات، فاليقين لا يستنبط بادله العقل انما يغترف من اعماق القلب. كلامنا محترم، ما رايك فيه؟ ماشي، مش وحش، بس ما هوش صحيح 100%. ليه؟ لان الاسلام دين بيجمع بين الاقناع العقلي والخطاب الوجداني، ما بيعتمدش على خط واحد. الخط الصوفي بيعتمد على الوجدان، جميل مطلوب، بس في النهايه في عقل ربنا خلقه لي الوظيفه. الانسان اسمه محمد مركب من مكونات: جسد، عقل، روح. لكل مكون من ده غذاؤه، غذاء البدن الأكل والشرب والرياضة، غذاء العقل الفكر والتدبر، غذاء الروح والنفس التدبر والقرآن والتلاوة والذكر. فالتركيز على جانب واحد بيعطل عندك الجوانب الأخرى، فبيخلي نظرتك تبقى أعور العقل. عينك في نظرتك للقضايا في الإسلام جنح الحتة، ما بننكرش هذا الجانب. ممكن انت تبقى تاخد الجانب ده، انت راجل اديب، راجل عاطفي، راجل شاعري، حلو. بس لما تبقى تتكلم، يبقى انت تؤمن بالاسلام ان فيه كل ده، لكن انت تخصصك فيه الحته دي، لا مانع، مفيش مشكله. انما لما تيجي تنظر في قضايا تانية، لا، يبقى انا مؤمن في الاسلام. طب هو عابوا بعض الصوفيه، ومنهم اذا اعتبرنا ان هو مش روايه تخيليه كلام دكتور عمار علي حسن، عابوا بعض الصوفية على الفقهاء السنة إنهم دخلوا في جدليات فقهية، هو يقال إنه أطلق عليهم ابن عطاء الله أو ابن عربي فقهاء الحيض، إنهم دخلوا الإسلام شغلوه بقضايا فقهية كذا، والوقفة، ودي مش القضايا اللي دي خلت المسلم يبقى مشغول بتوافه أو مش بتوافه، مشغول بشكليات أكتر من مشغول بالباطن. يعني إذا أنت كنت بتاخد على الصوفية استغراقهم فيما يسمى الباطنية أو الباطن، فهم بياخدوا علينا إحنا برضو فكرة استغراقنا وانشغلنا في القضايا الخلافية في العقيدة أو في الفقه. ما هو قولك؟ كلام صحيح. ما احنا لا احنا مع ده ولا مع ده لوحده. يعني احنا بنقول يا جماعة الإسلام وسط، بياخد أهم ما في الاثنين. يعني بمعنى زي نموذج ايه؟ ما هو ده اللي خلى ابو حامد الغزالي كتب احياء علوم الدين. ايه اللي خلاه كتب احياء علوم الدين؟ ان كتب الفقه ركزت على العباده زي القانون وروح القانون. الفقه زي يعني يقول لك شروط تكبيره الاحرام، يقول لك 18 شرط. ده الواحد على ما يركز فيهم يفقد خشوعه، ما يخشعش. يبقى انت عمال تركز على الصلاه كحركات رياضيه، ده مش صح. الصلاه مطلوب اخشع فيها. طيب، ولا ان انا اوصل لاني لا، اهم حاجه قلبك. يروح طالع لك بقى واحده راسه لك الحمد لله، عم بقول لك ايه، وانا مش احسن من المحجبه اللي بتسرق، مش احسن من ابو دقن اللي نصاب. يا عم هي نحرق يا مرق؟ لا يا عمي، تبقى بلحيه، تبقى محجبه، تبقى كذا وتخافي ربنا، تبقى كذا وتبقى انت متدين، وتبقى بتراعي الاثنين. فهنا دي المشكله، ان كل جانب جه يعالج مشكله، زي اللي بيعالج الدكتور اللي بيعالج مرض فيروح يجيب لك اثار جانبيه ثانيه تجيب لك مرض ثاني. هو ده مشكله اللي بيفصل بين التصوف والفقه، الاثنين مع بعض. وكل مؤسسي علم التصوف الحقيقي، العلامه زروق في قواعد التصوف، ابن عطاء الله وغيره، والقشيري والجنيد، كلهم قالوا كده: طريقنا هذا مرهون بالكتاب والسنه، فمن اتى بغير ذلك فليس على طريقنا. فايه المشكله ان انا اكون صوفي او زاهد او عابد على سنه الله ورسوله؟ ايه الازمه؟ هو هل معناه ان الاسلام ما فيهوش الجانب ده؟ الكتاب والسنه ما فيهوش اللي انا هتبعه؟ لا، فيه. انما البعض عايز يمشي على اذواقه وارائه هو، فيمشيها تبقى دين، فورد الشيخ الفلاني الطريقه الفلانيه. طب يا عم ما الضرر يا شيخ؟ ما الضرر؟ خليني ارجع لكلام الدكتور مسير، ما الضرر في ان انا اقرا الورد اللي كتبه لي الشيخ عصام وهو شيخي؟ ما الضرر في ان انا اقدس الشيخ عصام اللي هو شيخي؟ ما الضرر في ان انا عندما انظر اليه لا اشعر بجوع ولا حاجه؟ ما الضرر في ان انا اقبل ايديه ولا اشرك في حبه احد اخر؟ ما الضرر؟
ما الضرر؟ ده بالضبط شغل التقديس والكهنوت الذي جاء الإسلام ليمنعه. خلاص؟ بمعنى يعني أنا لما هبص لك هشبع، يعني الكلام ده بينفع في سياق تاني غير حكاية الشبع. الكلام الساذج ده إن هو لما أنا أقابل الأستاذ محمد ناصر وأنا إعلامي مبتدئ وهو إعلامي خبير، أكيد مقابلتي له تديني خبرة في حياتي تختصر لي 5 سنين، صح؟ في عالم الحياة ده موجود. فأنا ممكن أقابل شيخ لما أشوف يذكرني بربنا يختصر لي 10-15 كتاب في سلوكي إلى الطاعة إلى الله عز وجل. ده كلام منطق، بس ده علم بقى، مش دجل وشطحات. في عالم الحياة والدين موجود. هو أنت النهاردة لما أنا أشتغل مع شيخ مبتدئ، ولا لما كنت سكرتير للشيخ القرضاوي السنة معايا مع شيخ مبتدئ 20 سنة، لا أنا هشتغل مع حد تاني. ده اسمه إيه؟ الخبرة، الحياة اللي هو تبادل الخبرات باللقاء. انما مش انا قاعد متنح لك ببص لك. طب خليني اسالك سؤال. هو الوقت عدى يا شيخ عصام، بس الحديث رائع. خليني اسالك سؤال انا مشغول بيه. اتفضل. ما الفرق بين ان انا اقول ان فلان يعني مثلا ابن دقيق العيد وهو عالم جليل، ولا مش عالم جليل؟ ده فقيه معروف كبير. طيب، بيقول عن ابو الحسن الشاذلي: ما رأيت أعرف بالله منه ومع ذلك أزوه هو وجمعته وأخرجوهم من المغرب وكتبوا إلى النائب الأسكندرية أنه يغدم عليكم مغربي قد أخرجناه من ديارنا فاحذروه. فدخل الأسكندرية وآزوه حتى ظهرت له كرامات أوجبت الاعتقاد فيه. ده النص ده في صفحة من كتاب الشيخ فرسان العشق الإلهي، في صفحة كام يا دكتور عمار؟ يا دكتور عمار الحال موجود في صفحة 39. ماشي، تمام. ما الفرق بين جملة ما رأيت أعرف بالله منه وجملة أعلم؟ يعني ما رأيت أعرف بالله منه، ماشي، وجملة أنه عالم أو أعلم. لا، هنا هنا مسألة العرفان والعلم اللي هو أعرف بالله منه، وده برضه تيجي في العلم. مين قال إنه ما يعني اللي ما يعرفش ربنا ما بقاش عالم؟ هكذا أورد الدكتور عمار الحسن في كتابه عن رأي ابن دقيق العيد في أبو الحسن الشاذلي. أيوه، هو في النهاية مين قال إني معرفت بالله؟ ما هو القرآن يقول إيه؟ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ليه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. ربنا خلق الكون عشان نعرف عن طريق الكون ربنا. فهو العلم أنا بتعلمه عشان أعرف ربنا. فهي ما نفس الجملة. ما رأيت أعرف بالله، ما هو لو عرف، لو هو ما عندوش علم هيعرف ربنا عن إيه؟ عن جهل. ده مش مبني. التصوف والسلوك اللي لم يكن على علم يبقى معانا رجل جاهل. فدي نقطة بس محمد لازم ينتبه لها. يا جماعة، ليس معنى كلامنا مش ضد التصوف، احنا ضد الشطحات وضد التصوف موظف ضد مصالح الامه او لتعطيل فرائض في الاسلام. الغرب النهارده اللي موجود، يعني تلاحظ ليه الغرب لما قاعد يهتم بالمخطوطات الاسلاميه اهتمام بمخطوطات معينه، الشطحات في التصوف ليه؟ ليه النهارده الغرب بيشوف بدائل مع الامارات وبعض الدول ليه الإسلام الإيجابي، التدين الإيجابي، عشان عايزين تدين سلبي. ليه؟ إيه السبب؟ عشان مزاجه، عشان شايف مصلحة العالم. الغرب شايف إيه؟ ما تعالى جيب النهاردة سلفيين. ماشي بقى، الغرب إحنا عرفنا دي يا دكتور، بس إحنا مش عايزين نستغرب في النقطة. أنا نقطتي عندي فكرة أعرف بالله وفكرة أعلم، قد أجد عالم. يعني أنت لا تنكر إن الشيخ علي جمعة عالم، ماشي؟ لا تنكر دي؟ ما بنكرش. وانا ايه المشكله يعني؟ ولكن اعرف، ما الفرق بين الاثنين؟ ما هو عالم لم يعمل. ما هو بقى الفرق؟ العارف والعالم الذي علم عن الله، علم العلم وعمل به، يبقى هنا عارف بالله. تمام. بس ده عالم. تمام، عالم بس. خلاص، وصلك الفكره يا استاذ محمد؟ الانسان عنده علم. ما اي اجيب لك مستشرق، يعني لو قلت لك صامويل زويمر اللي عمل التنصير وعمل مؤتمر التنصير معالم بالاسلام، المستشرق النجري
جولد زيهر. جولد زيهر ده راح يدرس في الازهر ولبس العمه، المفتي عشان يعتمدوا كان بيشرح درس مواريث للطلبه، ما عرفوش هو اللي جاوب. لما جه يكتب كتاب الشيخ الغزالي يرد عليه، قال دماغي لف ودار، الراجل لقيته قارئ 300 مرجع عن الاسلام قبل ما يكتب الكتاب ده اهو، فالله هيرد عليه بقى قارئ قد ايه؟ ما هو ده مستشرق. ولهدف الطعن قرأ ده كله، ده اسمه عارف. يبقى 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 الافضل عارف بالله طبعا، محدش ينكر. ولذلك الشيخ عبد الحليم محمود بيكتب على كتبه ايه؟ للعارف بالله الشيخ عبد الحليم محمود. وكل علماء الازهر معظمهم جمعوا هذا الامر بين العلم والعمل. عالم بس كمثل الحمار يحمل اصفاره، شمعه بتنور للناس وهي تحترق، وده اللي بنقوله. طيب فكره الحب عند الصوفيه، وهي بيعتمدوا كتير قوي على فكره الحب، يعني على لسان السيدة ربع العدوية، وإن كان كملها الأستاذ طاهر أبو فاشا، وحبك حبين، حب الهوى وحب نعم. وحب الذي أنت. هي بالمناسبة أبيات ليها مش بتاعتها، أهل الله، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما نعم. الذي هو أنت أليت الذي بيني وبينك عامر وبيني يعني وبينك. الحب واسمه إيه ده، هو بيقول أبو الحسن الشاذلي يقول إنه من أحب لله أو أحب الله وأحب لله فقد تمت ولايته بالحب. ويقول بساط الكرامة أربع: حب يشغلك عن حب غيره، ورضا يتصل به حبك بحبه، وزهد يحققك بزهد في بريته، وتوكل عليه يكشف لك عن حقيقة قدرته. فكرة الحب اللي بيعتمدين عليها أو القائمة عليها الصوفية، ما قولك فيها؟ ما هي ده القرآن والسنة، فاتبعوني يحببكم الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا ما ده المقصود به الحب في الإسلام. ما هو الناس متصورة الحب بالمعنى العشق والغرام، الحب أنواع، أعلاه أن تحب الله ورسوله. جميل. طب معلش برضو، ما قولك ما قولك في الكرامة؟ وابن دقيق العيد شهد لابن عطاء لابن عربي في الكرامة، أو شاهد قصدي المرسي أبو العباس بالكرامة، بظهور كرامات. الكرامة إيه تعريفها يا أستاذ محمد؟ أمر خارق للعادة يظهره الله على يد الرجل الصالح إكراما له. في حاجة قبلها اسمها الإهانة بالمناسبة. إيه هي؟ أمر خارق للعادة يظهره الله على يد رجل كذاب إهانة له. يعني إيه؟ ممكن تعمل حاجة حركة تبقى فعلا كرامة، بس يبقى الناس شايفة إنك راجل صالح فعلا وعمل، يعني فيما يسمى بالكرامه، يعني فيما يسمى بالكرامه. طبعا طبعا. ولك في قبلها الاهانه. ايه الاهانه؟ انك ممكن تيجي تقرا على واحد الفاتحه يموت في ايدك او يتشل. ماشي بس خلينا في الكرامه. اذا نعم. هناك ما يسمى بالكرامه، وده اللي قاله ابن دقيق العيد في حق المرسي ابو العباس، انه شهد له كرامات. ولا يخلو كتاب في العقيده الاسلاميه عند اهل السنه جميعا من مبحث الكرامه. في حاجه اسمها عندنا المعجزه، ده شيء خارق للعاده يظهره الله على يد الرسل من باب التحدي ليراه الناس. المؤمن حاجه اقل اسمها الكرامه اللي حابب تذكرها دي. بس الكرامه هنا ايه؟ ان الشخص مش قاصدها، اللي عملها نفسه مش طالع بيتباهى بيها، ده هي شيء اظهره الله إكراما له، تبرئة له لشيء معين بتحصل. وحصلت من سيدنا عمر لما كان بيخطب من أول سيدنا وانت جاي، وقبل سيدنا عمر بالمناسبة، لما بيخطب وسيدنا سارية في معركة، ولو نزل من على الجبل الجيش هيهزم، وبينه وبين سارية أميال، آلاف الأميال، فجأة بيخطب قال: يا سارية الجبل. يسأل: يا عم انت فين وسارية فين؟ قال: ما أعرفش. ما قالش: لا يا جماعة انتوا ما انتش عارفين انا مين. ده يعني الخبراء والخبراء العالم والمخابرات بيجوا يتعلموا مني. ما حصلش. لما جه سيدنا سريع قال له: فدنا انه ذنب، لولا ان صوتك وصل الينا الا نبرح الجبل فانتصرنا. قال: والله لا ادري الا يعني الكرامه الله هي على لساني. يعني الكرامه هي شيء خارق يظهره الله على يد عبد صالح دون ان يقصد العبد او يتباهى بهذه الكرامه. نعم، ولا دون أن يفتخر.
بالعكس ودون ان يفتخر يا استاذ محمد. خير خلق الله جميعا مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول ايه؟ انا سيد ولد ادم. بيت الجمله ايه؟ ولا فخر. لان الفخر فلا تزكوا انفسكم ممنوع شرعا. ما ينفعش يقول لك ربنا يرزقك الاخلاص زي ما رزقني. لا روح حامي حد، لا انت مخلص ولا ليك فيه. فالكرامه ربنا بيظهرها. واحد اتهم فجاه، تلاقي واحد جه قال لك لا والله، من غير لا شاهد ولا دليل ولا براءه، طلعت اسمها كرامه. الرجل صالح اكراما له، وده كتير بالمناسبه. طيب معلش اخر حاجه، لان الوقت عدى كتير قوي والكلام في الموضوع ده مهم. اخر حاجه، فكره الضريح، ما الضرر انه القبر يتحول الى ضريح؟ هو الشيخ المسير انكره وقال ان القبور قبور، ولكن عنده الصوفيه بيحولوها الى اضرحه. ما الضرر؟ اولا الضرر لاني مثل هذه الامور نتج عن الاديان السابقه وغير، وفي امم كثيره نتج عن هذا التقديس للقبور، نتج عنها عباده دون ان يدري الناس. يعني كيف نشأت العبادة الوثنية في البلاد العربية؟ في العرب قديما قبل الإسلام عندنا ود يغوث يسوء يعوق نصر. ود الآلهة الأصنام اللي هي الكبار عند الله، دول كانوا ناس صالحين، خمسة صالحين مؤمنين عباد موحدين. مات لما مات واحد بتاع نحات، ما تزعلش مني يعني. لا لا، ده كانت فيهم واحده صخره ما كانتش حتى تمثال من اساسه. ما انا جاي لك بس، قال لهم اعمل لكم بس حاجه تفكركم بالناس الطيبه دي. قالوا طب ومال؟ للذكرى يعني. عملوها للذكرى. مات الجيل ده، جه جيل، جه الثاني الثالث، قال لك لا دول الالهه اللي بيرزقوني، فتعبدوا من دون الله. فمعظم التقديس للاسف بيقدر كده في مرحله من المراحل. فانما لو قبر، خلاص يا عم قبر يزار، ايه المشكله؟ وزور القبر، ما حدش منعك تزور القبر. والخلاف ان هو التبرك والحاجات دي، ما دام لازم نميز بالنقطه يا استاذ محمد. انت بتزور قبر الحسين، قبر سيدة زينة، قبر الامام الحسين، زور خلاص معاك كزياره مشروعه. هنا النقطه المهمه، انت بتدعي الله ولا بتدعي القبر؟ اذا بتدعو الله متوسلا اليه بصاحب هذا القبر المرجل صالح، ده من يجيز ومن يمنع، مش شرك. الشرك هو انك تدعي غير الله، يا سيد يا بدوي اشفي ابني، لا لا بيشفي ولا ينفع نفسه ولا اي حد خلاص. انما يا رب ببركه الراجل الصالح ده اشفي ابني. انا دعيت مين دلوقتي؟ دعيت ربنا، ما دعيتش السيد البدوي. السيد البدوي يعني توسلت به الى الله. ده خلاف بين الفقهاء، اللي بيقول لك لا لا يجوز واللي قال لك لا يجوز، لان ده دعاء بس ما بيدخلش في طائره في دائره الكفر والايمان. يجوز ولا يجوز؟ على الاقل حرام. طيب وجهه نظر اللي بيجوز ايه؟ عشان نفهم، انا بقول الكلام ده عشان الناس تفهم بس. يقول لك يا جماعه الرجل الصالح لما بيموت بركته ما تبرحش المكان، بتظل بركته موجوده. ده وجهه النظر عن شيء فلسفي نفسي، ان مش معقول بركته يمشي فترحل وتنتهي. لا تصلي موجوده يا سيدي، قبره ده موجود، ممكن تكون هذه البركه لا زالت اثرها ونفحتها. يعني كما جرب ذلك عدد من الصالحين راى. وتتعجب مين اللي بيحرم التوسل عند القبور بالاموات؟ العز بن عبد السلام، وهو من ائمه الصوفيه. مين اللي بيجيز التوسل؟ الشوكاني، وهو من ائمه السلفيه المتشددين. ده معناه يا استاذ محمد ان البحث العلمي عندهم مش مبني على الهوى، انما على ادله. حتى لو خالف المذهب اللي شغال فيه بيه، معناه ان مش هوى، علم. الشيخ الغزالي الله يرحمه عقلاني جدا، ولكن قلبه شفاف وصوفي الى اعلى درجات الصوفيه المعتدله. هو الازمه هنا اني احيانا مثل هذه التوجهات الصالحه بينحرف بها بعض الجهات لتوظيفها الى اشياء اخرى عكس رساله الاسلام المطلوبه، وشفناها داخلا وخارجا في مصر وبره مصر. ما بنشوفها بغزاره. لذلك ليه التدين المسموح في الجيش والشرطه دائما التصوف الشعائري اللي هو الصوفي اللي بهذا النوع مش الايجابي، لانه يقترب من العسكريه في نقطه مهمه.
العسكرية مبنية عليها أستاذ محمد أمر وطاعة. الصوفية مبنية على إيه؟ كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاز. فتمشي الحكاية دي معاهم. وتفاصيل أخرى يعني. على أي حال الموضوع كبير جدا، وأنا يعني تجاوزت الحلقة ب21 دقيقة، بس اللقاء معك ممتع يا شيخ عصام. وأنا كل الشكر والتقدير لحضرتك وعلى هذا اللقاء وهذا الوقت. شكرا شيخ عصام. شكرا. الموضوع كبير يا جماعة، الموضوع كبير وعميق يعني، وبحتاج قراءات ومحتاج، وبدخلش الصوفية كلها على بعض كده، منهم أبي الدرداء، منهم ابن عطاء الله، منهم السيدة ربع العدوية، منهم شيخ الأزهر أحمد الطيب. هل شفتوا في حاجة مخالفة للقرآن والسنة؟ إنما منهم ناس زي ما أنتوا بتسمعوا وبتشوفوا كده كشك يعني، وبيطلع الجنة وبتدخل النار والحاجات دي يعني. هي الحكاية محتاجة شوية فكر. بس على أي حال أنا أخرت عليكم جدا، وأخرت على زمايلي وزمانهم دلوقتي يعني، خلاص كرهوني. بس الحلقة خلصت والأسبوع خلص، والحمد لله له المنة وله الفضل إن احنا قدرنا نخلص الأسبوع ده. فإلى أن نلقاكم وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة، يدينا ويديكم العمر ليوم الحد الجاي. نشوفكم على خير، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.